بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا زي ما تعودنا بيكون مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، والحقيقه النهارده عندنا مجموعه كبيره من الاخبار المحليه والعالميه اللي طبعا هنطرحها على حضراتكم وتعليقنا عليها زي ما عودناكم. النص الثاني معانا فقره حواريه. فقرتنا النهارده عن تنس الطاوله. تنس الطاوله مع منتخب مصر حققوا انجاز كبير في فتره قصيره في حوالي شهر شهر ونص، الا وهو الفوز ببطوله افريقيا ثم الذهاب بعد كده لبطوله العالم، والحقيقه لاول مره في تاريخ منتخب مصر لتنس الطاوله ان مصر تصعد لدور ال 16 في بطوله العالم، وده اتحقق الحقيقه منذ ايام قليله. لاعبتنا في النادي الاهلي كان اكبر داعم لمنتخبات مصر سواء في الرجال او السيدات. النهارده هيكون معانا نجم كبير عامل موسم ما شاء الله جيد جدا سواء مع المنتخب او مع النادي، وده اللي اهله يلعب بطوله العالم مع المنتخب. لاعب يعني انتوا هتشوفوه يمكن نجم كبير مش محتاجين نتكلم عنه، ولكن كل ما ما بنستضيفه ونتكلم معاه بنلاقيه قد ايه هو يستحق المكانه والرانك الكبير اللي وصل له في تنس الطاوله. هيكون معانا شادي مجدي او كابتن شادي مجدي احد نجوم تنس الطاوله الحاليين، وكان مع منتخب مصر في بطوله العالم في الصين. هنكلمه عن الانجاز الكبير والانجاز التاريخي اللي اتحسب لهذا الجيل. زي ما عمر عاصر خد 5 اولمبيات واتحسب له، هذا الجيل اتحسب له انه طلع 16 او من احسن 16 فريق النهارده على مستوى العالم، وده انجاز تاريخي الحقيقه ما اتحققش قبل كده. النهارده فرصه كويسه جدا نتكلم مع شادي مجدي ونعرف ايه اللي جاي وايه البطولات اللي جايه واحلامه وطموحاته للمستوى الشخصي وايضا مع منتخب مصر وطبعا مع النادي الاهلي، النادي اللي احتضن مجموعه كبيره من اللاعبين وقدمهم لمنتخبات مصر. هنتكلم عن تنس الطاوله، تابعونا هتبقى ان شاء الله الفقره في النص الثاني من حلقتنا. هنروح لبدايه حلقتنا ويمكن الحدث الابرز وهي مباراه كره السله امبارح نهائي بطوله عربيه الاهلي والكويت الكويتي، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بالفضيه بعد ما خسر الفاينل بنتيجه 78-77. الحقيقه عندنا ملابسات كتيره جدا جدا عايزين نتكلم فيها عن مباراه امس، وهنشرح لكم كل حاجه بالتفصيل وكل شيء بحياديه وكل شيء من وجهه نظر يعني راجل لعب باسكت وراجل لعب منتخب مصر، وهقول لكم يعني من وجهه نظرنا ومش نظري بس، لا ده بعد ما اتناقشنا مع كباتننا كلهم في كل البطوله والاحداث اللي حصلت فيها. بس في الاول احب اشيد وهني جمهور النادي الاهلي الكبير اللي كان في الكويت بالالاف واللي كان بيآزر فريق السله. من هنا من برنامج الابطال قناه النادي الاهلي بوجه لهم كل التحيه وكل الشكر. انتم كنتم اللاعب رقم واحد سواء في مواعيد المباريات في اثناء العمل او غير العمل في الاجازات، كنتم اكبر داعم. ولو هذه الصاله هناك اللي بتلعب عليها المباريات كانت تتسع، كل التحيه لكم. لو كانت الصاله تتسع الى الالاف لكان جمهور النادي الاهلي ملاها، لو كنا بنلعب في ملعب كره كان هيملاها جمهور النادي الاهلي، وده مش غريب ابدا عن جمهور النادي الاهلي ولا محبين النادي الاهلي في اي مكان. هي دي ثروة النادي الأهلي الحقيقية، والنادي الأهلي كما قال العظيم صالح سليم المرحوم قال إنه الأهلي ملك من صنعوه، ومن صنعوه هو جمهور النادي الأهلي. تاني حاجة عايز أقولها بقول للفريق هارد لك، كنتم رجالة 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 بمعنى الكلمة. يعني بتخسروا بطولة يعني وهنتكلم عنها وليه بفعل فاعل وليه الكلام ده كله، ولكن كنتم لآخر ثانية رجال. بنحييكم فعلا من يعني مش عايز اقول يعني عشان ما نقص من حق الاجيال السابقه، ولكن ده جيل من افضل الاجيال اللي جت في كره السله في مصر كلها مش في النادي الاهلي. بقول لكم الف شكر، اديتوا اللي عليكم، لسه اللي جاي كبير جدا وكتير، لسه عندنا بطولات، لسه عندنا افريقيا وهي الاهم واللي بالنسبه لنا احنا منتظرينها في الدوري السوبر المصري في الدوري المرتبط. عندكم موسم مليء انتوا قدها ان شاء الله، واكيد استفدتم من هذه البطوله، بنشكركم كنتوا رجاله. دي تاني نقطه الحقيقه كنت عايز اتكلم فيهم قبل ما الدخول في تفاصيل. خلينا نروح على التفاصيل او تفاصيل البطوله من اول يوم ابتدت حتى النهايه، وخلينا انا عايز اتكلم في ابتدي بتويتر بتاعت مستر اجوستي بوش. يمكن انا بادئ بيها ليه؟ لان هذا هو الرجل المسؤول رقم واحد عن الفريق، وهو بيتكلم من منطلق هو كان في قلب الاحداث، وهو ما كتبش التويته دي بعد المباراه، كتبها تاني يوم بعد ما كان يعني كون رؤيه او كون تصور عام للي حصل في المباراه واللي حصل في البطوله كلها. خلينا اقراها لحضراتكم وبعد كده هروح على تعليقي على امور كثيره جدا جدا تخص هذه البطوله. مستر اجوستي قال باللغه العربيه، طبعا هترجم لحضراتكم، وكتبها على صفحته على تويتر باللغه الانجليزيه واحنا ترجمناها وجايبينها لحضراتكم باللغه العربيه. قال خساره صعبه في نهائي البطوله العربيه التي اقيمت في الكويت. دي تويته بتاعت
مستر اوجستي ولكن مترجمه. خساره صعبه في نهائي البطوله العربيه التي اقيمت في الكويت، مبروك للفريق المضيف. طبعا احنا هنا بنقول برضو الف مبروك نادي الكويت الكويتي والشقيق، وبنبارك له على الفوز بالبطوله العربيه باول لقب يحصل عليه اي نادي كويتي. بنبارك له هنا من برنامج الابطال وقناه النادي الاهلي، بنقول للكويت الكويتي الف مبروك. نشعر انه تم اخذها بعيدا عنا، ولكن بالاضافه الى القاء اللوم على الاخرين، بين قوسين الحكام، اللجنه المنظمه، الخصوم، يجب ان نلقي نظره على الاخطاء التي ارتكبناها، بين قوسين ايضا نهايه الوقت والارتداد والتدريب. اذا تعلمنا من ذلك الاخطاء فسوف نعود اقوى من ذلك، انا متاكد هنرجع اقوى من ذلك، انا متاكد. كل ما يمكنني قوله هو ان لاعبينا واداريينا تركوا قلوبهم وروحهم في الملعب، وانا يعني وان معجبينا قد يفخرون بهم، انا فخور وشاكر لهم ايضا، دعنا نستمر في الدفع معا. هو فخور جدا باللعيبه والجمهور كمان بيقول لهم انتوا تفخروا بهذا الجيل. الشيء الاكثر اهميه، اريد ان اعرب عن امتناني للالاف من انصار الاهلي في الكويت، لقد كنتم مذهلين طوال البطوله، أنا حقا حزين أنه بعد جهودكم الكبير لم نتمكن من تقديم الكأس لكم. إلى مشجعينا في مصر، شعرنا أيضا بدعمكم من المسافة، ونأمل أن نشعر بذلك في صالة الألعاب الرياضية وحول مصر. يلا يا أهلي. ده كان كلام مستر أجوستي النهاردة بعد المباراة بأقل من 24 ساعة، بعدما طبعا تسوق يعني خلاص تبلورت الرؤية قدامه، وكان طبعا فكر جيدا عن أسباب الخسارة. طيب خلينا نروح ليه اللي قاله مستر أجوستي ونفصصه، أو نقوله هل ده ينطبق مع رؤيتنا ولا لا. أولا هتكلم على المحاور اللي اتكلم عليها اللي هي كانت خارجية، وهو قصده تم أخذها بعيدا، يعني أخذت منا الكلمة ليها معاني كثيرة، ويعني ولغويا هو مختار يعني كلمة دبلوماسية وكلمة شيك الحقيقة، يعني هو في طبعه كده مستر أجوستي، يعني دامس الخلق في الملعب، و يعني في العادي اختار كلمة حلوة، وده يعني المتعارف عليه. قال أخذت بعيدا، أخذت يعني أخذت منك. طيب خلينا نتكلم عن أول عنصر هو اتكلم عنه وهو الحكام. أنا عندي تساؤل واحد فقط، لماذا البطولة العربية في النسخة الماضية اللي كانت في مصر في برج العرب كان في طاقمين حكام أجانب؟ في الوقت لما كانت البطولة أو راحت البطولة للكويت، خلي بالكم من سنة كان في أزمة كورونا، وكان الحكام مجيئهم لمصر صعب، مش عشان مصر ولكن الأزمة العالمية، وتذاكر الطيران والرحلات كانت قليلة جدا، ومع ذلك الاتحاد العربي كان مسؤول عن ذلك، وكان لازم يضمن وجود حكام أجانب، ولكن في بطولة الكويت ما كانش فيه حكام أجانب، وهنا علامة استفهام كبيرة جدا، بالرغم ان احنا السنة اللي فاتت أشدنا بالطاقم التحكيمي الأجنبي، والتجربة اتعممت في الدوري المصري وجاء حكام أجانب، وبناء عليه بدأ يظهر شغل النادي الأهلي وبدأت تظهر البطولات. أنا آسف ما بربطش حاجة بحاجة، بس في وجود تحكيم فير، المتميز واللي بيتعب واللي بيجتهد واللي بيشتغل في الملعب بيكسب، وده اللي كنا بنقوله السنة اللي فاتت، وكان الناس بتقول يعني أنت عايز حكام أجانب يا كابتن هيثم وليه؟ لا، هو الكلام واضح، وجود حكام أجانب ده بيضمن ليك أنت تاخد حقك. يا سيدي ممكن يبقى الحق مش معايا، بس في الآخر يبقى الحق ويبقى مسطره واحده بالظبط. ليه؟ ادي اول علامه استفهام، والكل انا اول يوم في البطوله ما رضاش نتكلم في ده، عدم وجود حكام اجانب دي كانت علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه انا هتكلم على افضل في الحكام. الحكام يمكن في المباريات السابقه عشان كسبنا فكان في غلطات تحكيميه، ولكن الفرقه كانت بتترجم وبتصر وبتنتهي بالمكسب، فكل ده كان بيتقفل عليه. ولكن امبارح التحكيم غلط غلطة، الحكام غلطوا غلطة كلفتنا المباراة بالبطولة كلها، وهو الفاول اللي حصل مع إيهاب أمين. إيهاب أمين قطع الكرة من نص الملعب، راح من الناحية اليمين سبيد دريبل، شال الكرة بيحط الكرة على المربع، أتى اللاعب تقريبا رقم 4 ضربه، واضحة جدا يعني احنا واحنا قاعدين قدام شاشات التلفزيون ما فيهاش شك 1% انها تو شوتس، ده ممكن يكون خطأ متعمد كمان، ولكن لو هنمشيها مشيها رميتين. ولما وقع إيهاب أمين تم ضربه متعمدا من نفس اللاعب اللي خبطه وضيع منه الهجمة، والحكم راح حاسب على إيهاب أمين تكنيكال فاول، وراح اتنين تكنيكال فاول مباراة يعني طرد. طيب أنا هسأل سؤال، أولا الكرة دي كلفتنا 5 نقاط، 5 نقاط بالظبط، رميتين والاستحواذ والرميتين، وتردد فينا بـ3 بونت،
الموضوع خلص او ترد فينا بباسكت، يعني 4-5 بونت اللي هم خلصوا بيهم المباراه صفاره واحده. ولو فكركم السنه اللي فاتت كان في كره زي دي معفوده، كان في كره زي دي معفوده وعمرو الجندي، والحكام الاجانب رجعوا للاي ار اس وصفروه على فوده بتكنيكال فاول. الحكم او الحكام امبارح طاقم التحكيم بالرغم من ذهاب ايهاب امين وكل البنش وكل اللاعبين قالوا له ارجع للاي ار اس، بص على الكوره مش هتخسر حاجه، اتاكد من قرارك. يا سيدي احنا في ماتش نهائي، الناس بتقول له روح زي ما كان في كوره قبليها اوت سايد وكانت للاهلي واضحه، راح للاي ار اس لطاقم الحكام عشان يتاكد ان هي مش للكويتي الكويتي. يعني انت بتروح للاي ار اس عشان لو في مصلحه الخصم، لو ما مش مصلحه الخصم، انا هنا ما بتكلمش على الكويت الكويتي، يعني احنا قلنا له مبروك وما فيش اي اعتراض، ولكن بتكلم على اداء التحكيم. انت هنا رحت الاي ار اس تتاكد في كوره فيها شك للكويت الكويتي، ولما كان الشك ليا انت ما رحتش للاي ار اس، بل اصريت على موقفك وطردت احسن لاعب عربي من ارض الملعب، غيبته عن الاخر دقيقه ونص او دقيقتين، انت كده بقرار غير مفهوم. طب اقول لكم مفاجاه، الحكم السعودي رئيس طاقم التحكيم قابل اللعيبه في المطار النهارده واعتذر للاعبين، واعتذر ده ايه ده كابتن احمد الجرحي اللي كان بيقول مش انا اللي بقول، اعتذر للاعبين والجهاز الفني قال لهم انا غلطت في هذه الصفاره، ولكن خلاص البطوله راحت. ولكن انا بتكلم هنا على اللي حصل في الملعب، ما رحتش ليه ولا حاكم من الحكام الثلاثه قال لك ارجع للاي ار اس. ايهاب امين معروف عنه انه نادر لما بياخد تكنيكال فاول، لما يحصل امبارح كده يبقى فيه ده طبعا مع التغاضي مع كميه العنف اللي كان في الملعب امبارح، عنف غير مسبوق ضد النادي الاهلي، والصفاره بتطلع للنادي الاهلي بالعافيه. طب ليه يعني في الاول والاخر دي رياضه. طيب احنا اتكلمنا عن الحكام وقلنا اللي بيحصل، حكم السعودي رئيس طاقم التحكيم حكم للاهلي 4 مباريات، 4 مباريات في البطولة، هل يعقل حكم واحد يحكم لك 4 مباريات؟ بالرغم من الكومنتات والاعتراضات المستمرة كانت على الحكم السعودي اللي بنكن له كل الاحترام، ولكن احنا بنتكلم على أداء. الحكم هو عنصر ينتقد في الملعب عادي زيه زي اللاعب زي المدرب، مفيش أي مشكلة خالص. في كل الاستوديوهات العالمية بقى في فقرة للتحكيم، فمحدش يقول لي أصل ده حكم، لا يعني يتكلم عليه وينتقد عادي. الحكم السعودي حكم 4 مباريات بالرغم من اعتراض النادي الاهلي عليه اكتر من مره في الملعب، تم وضعه في الفاينل. طب كل الكلام ده يعني عايز انت اللعيب كلاعب لما يحس ان كل ده ضده وكل ده بيحصل، ما علينا. هنروح بقى على الخطوه اللي تانية، الحاجه الثانيه اللي بينت ان في تربص مش بس بالنادي الاهلي، وفي يعني موجه جديده ضد النادي الاهلي، لا وضد جمهوره كمان. لما نلاقي النهارده مباريات النادي الاهلي كلها بتتعمل الساعه 2 في اثناء وسط الاسبوع والساعه 12 و2 في وقت الدوام والعمل لجمهور النادي الاهلي، ده برضو عليه علامات استفهام. وكانت المباريات كانت ببلاش، يعني لما كانت المباريات بتلعب وقت الشغل كانت ببلاش عشان جمهور النادي الاهلي كان اللعيب الجمهور يعني بياخد اجازه، الاول والاخر ده شاب، جمهور النادي الاهلي ده شاب متغرب عشان يشتغل وعشان يعني يفتح بيته، فهو راجل عنده شغل. في ناس كتيرة او مجموعه من الجمهور انا عارف خدوا اجازات وخلوا اجازاتهم بدل ما يقضوها مع اهاليهم قضوها مع الفرقه في بيشجعوا في الملعب. في اول المباراه كانت ببلاش، لما بدا الجمهور يجيب جزاره وكثافه خلوها بدينار، بعد كده ماتش اللي قبل النهائي خلوها ب4 دينار. خليني اقول لكم ال4 دينار كانت في دور الثمانية، نصف النهائي كانت 8، النهائي الفاينل كان 20 دينار، أنا عايز أقول لكم الدينار ب 70 جنيه تقريباً، يعني صححوا لي لو أنا غلطان، حاجة و60 جنيه قول لي 70، فأنت بتتكلم النهارده الماتش الفاينل ب 20 دينار، يعني أنت بتتكلم 1200 حاجة و70 و50 و60 جنيه، رقم لا يتحمله شاب في مقتبل حياته إنه يروح يلعب ماتش، في الوقت اللي الديربي الكويتي لكرة القدم كان في نفس اليوم ب 5 دينار. ديربي الكويت لكرة القدم كان معمول ب5 دينار، يبقى هنا في تعمد ان جمهور الاهلي يصعبوا عليه الموضوع وما يجيش. لما لقوا الجمهور بيجي بغزاره وبيساند فرقته كان الملعب في مصر. هنا انا الحقيقه ما شفتش ده قبل كده، يعني ان انا اخلي تذكره ب20 دينار. طب ما كل البطولات اللي قبل كده كانت دخول المباريات ببلاش، حتى في مصر هنا برج العرب لكل الجنسيات. ماتش بطولة أنا عارف أنا بقول إيه، البطولة اللي فاتت في برج العرب كانت دخول مجانا لكل الجماهير، مفيش أي مشكلة خالص.
فانت دلوقتي بتحطها لي بفلوس وفلوس كتيره لولا رجال الاعمال الاهلاويه اللي في الكويت تكفلوا بدخول الجماهير واشتروا التذاكر وادوها للجماهير. الحقيقه كان هيبقى في صعوبه لدخول الجماهير، وانا متاكد انهم كانوا هيدفعوا برضه، ولكن كانوا بيسهلوا المهمه عن الشباب دول اللي انا من هنا بشكرهم واجي لهم الشكر الحقيقه على وقفتهم، وده مش غريب على جماهير النادي الاهلي المحبه والداعمه للنادي. فالنهارده انا بتكلم على صعوبات اتحطت للفريق وصعوبات اتحطت للجمهور، ويبدو ان الشعار ان الاهلي ما وصلش فاينل، ولما وصل فاينل يبدو الشعار انه ده. انا بتكلم على اللجنه المنظمه، انا بتكلم على اللجنه المنظمه. طيب اين دور الاتحاد العربي هنا؟ هو انا لما بدي تنظيم البطوله لاي جهه ما انا كاتحاد خلاص غسلت ايدي وشلتها ماليش دعوه؟ الاتحاد العربي مسؤول عن كل اللي بيحصل، ولازم كان الاتحاد العربي يتدخل. يتدخل الاتحاد العربي لانه شريك في كل حاجه. ازاي الاتحاد العربي شاف ده وخرج علينا بتويتر يا جماعه تجيبوها؟ قال يا جماعه انا غير مسؤول عن ثمن التذاكر، اللجنه المنظمه هي المسؤوله، وسنراعي ذلك في الاشتراطات بتاعه التنظيم البطولات القادمه. طب فين الحل؟ فين الحل هنا؟ انت حليت عملت ايه؟ يعني انت بتقول اه التذاكر غاليه، انت بتعترف ضمنيا في التويتر بتاعتك على صفحتك الرسميه كاتحاد عربي ان التذاكر غاليه، وبتعترف ان دي ما اتحطتش في شروط التنظيم، وبتقول المره الجايه انا هاخد بالي. طب انا استفدت ايه كجمهور النادي الاهلي النهارده لما الاقي العقوبات دي وابقى مش قادر؟ انا بسميها عقوبات يعني، او عقبات، بلاش عقوبات، بسميها عقبات، ان انت راجل انا مش قادر اخش جوه الصاله، ومع ذلك جمهور الاهلي كان بيشجع بكل 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 يعني اقول ايه، بس جمهور الاهلي كان بيشجع بكل احترافيه وبكل ذوق، ويعني اغاني جميله ودخلات يعني خلت شكل الملعب حلو. طيب الجمهور اللبناني قابل؟ ما الجمهور اللبناني كان بيأذر النادي الرياضي وكان بيأذر بيروت اللبناني، هل حصل الصعوبات دي مع الجمهور اللبناني؟ للاسف لا. غلوا التذاكر طبعا، انا ما بقولش لا، بس احنا يمكن عشان وصلنا فاينل فخدنا مشكله ال 20 دينار اللي حصلت. 20 دينار في ذا فاينل بطوله عربيه كره سله، الحقيقه انا لعبت ياما بطولات عربيه، الحقيقه كان كل الدخول طول عمرها الدخول مجاني. طيب هنروح بعد كده عشان ايه يعني نتكلم عن الاتحاد العربي واللي قاله. طبعا دي احنا حددناه وقلنا الاتحاد العربي للاسف يعني وقف متفرجا على كل ما يحدث، وعدم استخدام حكام اجانب برضه مسؤوليه الاتحاد العربي. طيب مستر اجوستي، اروح للجزء الثاني، يمكن مستر اجوستي اتكلم عن كل الامور اللي خارج ارادتنا، احنا نتكلم هنا باريحيه شويه، يمكن مستر اجوستي مش هيقول الكلام ده، بس احنا نقدر نقوله ونقدر نتكلم عنه عادي. ولكن هتكلم عن الاخطاء اللي مستر اجوستي اتكلم عنها، ولكن مش معنى ان عندي اخطاء في الملعب ان انت تعاقبني. انت مالك بمستوايا؟ انت كتحكيم مالك بمستوايا؟ انا جليت 14 فاول شوت، جليت 3 بونت، جليت، انت مالك؟ انا وصلت للاخر انا اللي هكسب. طب ما احنا لو مسكنا الفرقه الثانيه، طب ما الفرقه الثانيه احنا 13 بونت وكانت سيئه جدا. هو احنا بنشوف مين اللي ملهاش علاقه؟ انت مالكش دعوه بلون التيشيرت كحكم، ومالكش دعوه النتيجه كام. مفيش احتواء في الباسكت، مفيش احتواء في الباسكت، اللي اعرفه دي ماتشات على مستوى عالي مفيش احتواء. فهو بانت الدنيا بعد اللي تشوفه تحسبه، يعني اللي تشوفه في المباراه تحسبه. واللي انا عايز اقوله يعني انه يعني 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 انت مالكش دعوه بمستواي. انا كره ايهاب امين دي هوب هوب كنا 5 بونت وخلاص، فاضل دقيقه ونص شكرا، ولا اقل من دقيقه كان خلاص شكرا. ومش كده بس، طلبت لي احسن لعيب اللي في الاوقات المهمه هو اللي بيخلص لي الدنيا. يعني ازاي؟ طيب اللي عايز اقوله لكم يعني يكفي اللي احنا قلناه، وده يعني تلخيص لكل حاجه. انا مش عايز يعني في مواقف صغيره بس مش عايز اقف فيها، وكور في الملعب مش عايز اقف فيها، وكور اتصفرت وما اتصفرتش، بس دي احنا عايزين حلقتين عشان نتكلم فيهم. ولكن يكفي ان كابتن احمد الجرحي صرح للمقربين ان الحكم السعودي طبعا اللي بنكن له كل احترام، ولكن احنا بنتكلم على اداء الراجل، حس بالخطا اللي حصل في الملعب، وان الخطا ده كان سبب لفوز الكويت الكويتي ووصل بينا لكده. وعايز اقول حاجه يا جماعه، بس احنا ما بنقولش ولا بنعلق شماعه ولا بنقول اخطاء، احنا بنقول واقع حصل في الملعب، واقع حصل في الملعب. مستر اجوستي قال في جزء علينا وجزء على الخارجي، اللي عليا انا كفيل بيه هعالجه وهنشتغل عليه وهيبقى احسن ان شاء الله، انما اللي جزء اللي مش عليا هي دي النقطه. انت مالك يعني ما هو يا جماعه مش كل الماتشات اللي اكسبها هبقى ما عنديش غلطه، ما في اوقات كتيره جدا بتبقى وحش وبتكسب عادي، يعني لما يبقى في تحكيم كويس. ياما فرق كتيره جدا كانت كويسه وخسرت، وفرق كويسه وكسبت بس مش بالتحكيم. فانت ما تبصش على النتيجه، نتمنى البطولات العربيه القادمه كل ده يتخذ في الاعتبار، نتمنى اللجان المنظمه يبقى الموضوع فيه فير، يعني يبقى الموضوع متساب بشكل الاكفأ هو اللي يفوز بدون يعني اي امور تانية، امور ممكن تهدد او ايه
تخلي البطوله الشفافيه تبقاش موجوده. طيب احنا كده يعني الحقيقه غطينا كل ما يتعلق بالبطوله العربيه، واتمنى ان انا كل لما بتلكوا الدنيا بشكل يعني واضح. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى نكمل بقيه اخبارنا في الحلقه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اول خبر معانا النهارده عودة رجال كرة اليد للعالمية مرة أخرى بمشاركتهم في طبعا بطولة العالم لكرة اليد واللي هتتلعب في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. والحقيقة بس عايز أقول حاجة، مدينة الدمام دي من أكتر مدن المملكة الحقيقة جمال، لأن الحقيقة بتطل على البحر وحاجة يعني اللاعبين أكيد هيتمتعوا جدا بإقامتهم في مدينة الدمام اللي هي يعني تعتبر من أحلى المواد المدن السعودية على قلبي. أنا رحتها الحقيقة أكتر من مرة، الدمام يعني مدينة جميلة جدا. طيب اول مباراه لينا هيبقى مع مدر السعودي ان شاء الله، ده مباراه الافتتاح. الفريق الاول لرجال كره اليد هيبدا مشواره يوم الثلاثاء الجاري او الجاي في بطوله العالم للانديه سوبر جلوب واللي هتتلعب في مدينه الدمام زي ما قلت لحضراتكم. الاهلي هيلعب اول ماتش ليه في المجموعه وهيكون مع نادي مدر السعودي، وبعدين هنلاعب يوم الخميس ان شاء الله بنفيكا البرتغالي، وده ماتش قوي يوم الخميس باذن الله. الاهلي تاهل للبطوله دي بعد فوزه طبعا بكاس السوبر الافريقي، بعد فوزه على نادي الزمالك في شهر 4 اللي فات، والاهلي هيشارك في البطوله دي بجهازه المساعد. طبعا انتوا عارفين حضراتكم انه دانيال المدير الفني السابق تم يعني توجيه الشكر ليه وتولى المسؤوليه الجهاز المساعد من كابتن محمد ابراهيم واحمد سالم بعد رحيل طبعا الاسباني زي ما قلت لحضراتكم. وطبعا واللي مشي مش بسبب الخساره يعني، و مشي بسبب الخساره والاداء، يعني هو كان في حاجه مش مظبوطه. الموضوع مش تقييم على قد خساره على قد ما هي اداء كمان يعني وجهه نظر يعني. فالجهاز المعاون هيقود الفريق في الفتره دي او في البطوله، وعسى يعني ما تعرفش عشان تقرا شيئا ممكن تلاقي الفرقه ادت اداء كويس جدا. محمد ابراهيم قريب من اللاعبين، كابتن احمد سالم ايضا تولى المسؤوليه فتره من فترات السنه اللي فاتت، ممكن يعني نادي اداء كويس، ولكن الاصابات للاسف بتطاردنا وبنفقد يعني مجموعه او 2-3 لعيبه من اللاعبين مصابين، نتمنى ليهم الشفاء. يمكن عندنا المشكله الكبيره في الوينج رايت، الاصابات فيه كتيره، بس ان شاء الله اللعيبه اللي موجوده باذن الله قادره انها تحسم او تؤدي اداء كويس. احنا اصحاب الانجاز التاريخي في اي لاي فريق افريقي في بطولات العالم ببرونزيه، صح كده يا جماعه؟ بتكلم مظبوط؟ برونزيه في البطوله اللي كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل في سنة 2007 لما تذكر. نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الفريق يؤدي أداء كويس، وإن شاء الله يقدر يعني يحقق نتيجة جيدة في ظل الغيابات والإصابات وتغيير الجهاز الفني. إن شاء الله خير بإذن الله الفريق يؤدي أداء كويس. هنروح تاني لنفس الفريق والنادي الأهلي طبعا. أعلن تعاقده مع المدير الفني الأسباني ديفيد ديفيز. هذا المدير الفني اللي تولى مسؤولية منتخب مصر سابقا تعاقد معاه، وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي اعلن ذلك، وان شاء الله هو هيجي الاسبوع القادم عشان يوقع على عقوده رسميا بالانضمام. وانتوا عارفين طبعا بطوله العالم او بطوله العالم للانديه في كره اليد هتبقى من فتره من 17 ل 24 اكتوبر، بعديها هيتولى المسؤوليه طبعا صوره كابتن ديفيد ديفيز او المستر ديفيد ديفيز، وهو بيمرن منتخب مصر ده صاله المركز الاولمبي في المعادي، صاله كبيره. طبعا ديفيد عنده يعني مستر ديفيد عنده سيره ذاتيه قويه جدا مع الانديه والمنتخبات اللي دربها، وكان اهمها فوزه مع منتخبنا الوطني بالمركز الثامن في بطوله العالم 2019 بالمانيا والدنمارك، ومن بعدها درب نادي فيسبريم المجري وهو واحد من اقوى انديه العالم مش اوروبا بس. هو طبعا متحمس جدا ل يعني للبطولات، ويمكن صرح تصريح يعني الجماهير الاهلي اعدكم بالانتصارات ومتحمس لقياده اليد. الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لكره اليد بالنادي الاهلي وجه رساله للجماهير بعد اعلان التعاقد معاه لمده سنتين ونص. تعاقدوا معاه سنتين ونص النادي الاهلي ليه؟ عشان يبني. خلاص مش معقول كل شويه هنغير جهاز فني، ولكن خلاص ده راجل بسي في محترم حاجه كبيره، والناس كانت بتشكك انه ممكن يجي النادي الاهلي، ولكن زي ما انتم شايفين من تصريحاته هو مرحب جدا انه يتولى المسؤوليه. وقال المدرب الاسباني في تصريح للصفحه الرسميه للنادي الاهلي انه سعيد بالعوده من جديد للقاهره، وقال كمان انه يبدو انه بيعدهم هيقدم كل اللي عنده وعلشان يقدر يبني فريق قادر على الفوز، وقال للجماهير انه متحمس لرؤيتهم ومنتظر يشوفهم في الصالات قريبا، وطلب ديفيز من الجمهور انها تدعمه وتساعد الفريق في الفتره اللي جايه باذن الله. وده طبعا مفروغ منه، جماهير النادي الاهلي ابدا دايما ابدا ما تدعم فريقها حتى لو اخفقت في خطوه او اتنين، ولكن بتستعيد مره اخرى الدعم بشكل كبير جدا لفرقها. وده اكبر دليل امبارح فريق كره السله لما خسر
الجمهور الاهلاوي اللي في الصاله هناك عمل ممر شرفي للاعبين يخرجوا ما بينهم كنوع من انواع التحيه وتقديرهم لجهد اللاعبين في الملعب. ومع ذلك كابتن عمرو الجندي واجوستي بوش وجهوا اعتذارهم للجماهير وان هم كانوا يعني في حاله حزن ان هم يقدروا ما حققوش الكاس للجمهور، ولكن جمهور النادي الاهلي بيقدر اللي بيبذل مجهود وبيفهم واعي عارف اللي بيبذل مجهود واللي بيخسر غصب عنه واللي بيخسر نتيجه مثلا امور تانية بيبقى النادي جمهور النادي الاهلي بيفهم كويس قوي، ودي حاجه يعني مش غريبه على جماهير النادي الاهلي. طيب هنروح لكره السله سيدات، وانتم عارفين دوري المرتبط ابتدى لكره السله سيدات بعكس الرجال رجعوا النهارده الصبح من دوله الكويت الشقيقه ووصلوا النهارده، وان شاء الله المرتبط هيكون يوم 20 ان شاء الله اول مبارياته. طيب الفريق السيدات اللي وقع في مجموعه كان فيها مدينه نصر والبنك الاهلي ونادي الشمس، واستطعنا ان احنا نفوز في كل مبارياتنا وتصدرنا المجموعه كبار وصغيرين مرتبط وكبار. خلينا نستعرض النتائج، ابتدينا بماتش مدينه نصر فزنا 109-29، وبعدين فزنا على البنك الاهلي 115-42، واخر فوز فكان على حساب نادي الشمس بنتيجه 76-42. الاهلي ناوي على موسم كويس يعني ما شاء الله، طبعا دي ثريا بعد الشفاء ومشاركتها بقوه. طبعا دي مباراه نادي الشمس اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل، ما اتلعبتش على صاله الشهداء، اتلعبت على الملعب الصاله الكبيره. ويعني كابتن طارق خيري المدير الفني والفرقه بتستعد بشكل جيد، معانا محترفه كويسه كابتن طارق خيري في الخلفيه نادين السلعاوي، الحمد لله الشكل العام كويس للفريق، ولكن لسه الاختبارات الحقيقيه لم تاتي بعد. مع مرور الوقت هيكون في اختبارات حقيقيه لفريق كره السله، واحنا متاكدين ان شاء الله ان هم هيقدروا يفوزوا. انا بس عايز اعلق حاجه، وهي وجود البنك الاهلي في كل الالعاب، العاب الصالات شفناه في كره اليد، شفناه في كره السله سيدات. الحقيقه دي حاجه تسعدنا جدا، لانه طبعا وجود يعني زي ما بيقولوا يعني دعم او مؤسسات دعم ومؤسسات كبيره للرياضه المصريه، ده في الاخر وانا مغمض بيعود بالنفع على الرياضه بدون ما تفكر. يمكن منتخب مصر كان قوي جدا في كره القدم في الوقت اللي كان فيه مؤسسات كبيره اقتصاديه وشركات كبرى عليها فرق في الممتاز. خلينا اقول لكم انه يعني وجود البنك الاهلي في يعني ككره سله سيدات دي حاجه تسعدنا جدا، وبنشيد طبعا بالتوجه، ونتمنى نشوفهم في كل مكان، نتمنى نشوف الدعم ده لكل الرياضيين، لان في الاول والاخر انت بتفتح ويندو نافذه لمجموعه من اللاعبين انت ترعاهم وتحقق لهم مناخ جيد للتدريب ومنافسات، ده اوتوماتيك بينعكس على قوه الدوري، اوتوماتيك بينعكس على قوه المنتخبات. طيب هنروح للكره الطائره خلاص يعني، واخيرا يعني الحمد لله بعد ان استفاق الجميع، اتحاد كره الطائره افتكر ان يعمل قرعه الموسم الجديد. اه والله زي ما بقول لكم الموسم الجديد لسه هتتعمل قرعته دلوقتي. انا على فكره بقول خبر ان اتحاد الكره الطائره اللي زي ما انتم شايفين احنا كنا اول ناس الحقيقه يعني انتقدنا امور كتيره، انتم شايفين يوم بعد يوم بيبان احداث عامله ازاي. فالحقيقه اتحاد كره اليد كره الطائره لابد ان يراجع نفسه. الحقيقه اللي بيحصل ده يعني كتير. طبعا القرعه اتعملت من يومين، انا عايز اقول لكم الدوري هيبتدي في الاسبوع الاول من 11 رجال وسيدات، في الوقت اللي السله بتلعب ثالث بطوله، اليد بيلعب بطوله عالم، لعب افريقيا ولعب سوبر مصري وراح يلعب وهتخلص بطوله العالم من كره اليد ويرجع يبتدي الدوري البطوله الرابعه، ولسه الطايره فاكره، اتحاد الطايره ولجنه المسابقات فاكره دلوقتي تعمل القرعه. خليني اقول لحضراتكم القرعه. النادي الاهلي الفريق الاول للرجال وقع في المجموعه الثالثه مع انديه بتروجيت مصر البترول الترسانه اسكندريه البترول بنها. متخيلين يعني فرق كتيره المجموعه 1 2 3 4 5 6 فرق اهي مجموعتنا اهي، ودي صوره اسطورتنا طبعا عبد الله عبد السلام افضل معد الحقيقه جه مصر، يعني مع احترامنا لكل الجميع يعني. طيب المجموعه الاولى مين؟ احنا جينا في الثالثه، المجموعه الاولى الزمالك سموحه الشرقيه الدخان دلفي المنيا الاعلاميين، المجموعه الثانيه الاتحاد اسكندريه الطيران الزهور سبورتنج 6 اكتوبر الصيد، المجموعه الرابعه طلائع الجيش اليوبلس الشمس القناه الداخليه جزيره الورد. غالبا هيبقى نفس النظام بتاع السنه اللي فاتت، اول ثلاثه هيتاهلوا والثلاثه اللي تحت هيلعبوا على ترتيب المراكز. بتهيألي السنه اللي فاتت صح كده؟ اه هيحصل كده. فانت عندك اربع مجاميع في ثلاثه ب 12 هيطلعوا، و12 تحت يرتبوا مجاميع، يرتبوا بعد كده يلعبوا على الهبوط. الفرق بس برضو انا معترض على النظام ده بصراحه، لان في فرق 12 فريق بيرمي الفوطه بعد شهر ولا شهر ونص ويلعب على الهبوط.
يعني كان لازم يعني يتم النظر شويه في او التغيير. الله ما علينا، هو دي بس هي جت على دي. اللي اقصد اقول لكم انه يعني الاسبوع الاول من 11 بتتكلم في 5 ماتشات رايح جاي، يعني بتتكلم في 2 ماتشين في الاسبوع، يعني بتتكلم في 10 5 اسابيع. الدور ده هياخد له كده 1 2 3 4 5 هياخد له 5 اسابيع، ده لو ما فيش راحه في النص، يعني تاخد لك بتاع شهر ونص، يعني تخش في شهر اخر 12 وبعد كده تلعب لك حبه حلوين برده كمان، يعني تيجي تلاقي نفسك ايه الدوري بيخلص على شهر 6 7. وده مقصود، ده مقصود 100%، ما تقوليش ان ده صدفه، مقصود 100% عشان زي ما انتم عارفين المحترفين اللي بره يكونوا خلصوا الدوري بتاعهم ويلحقوا يجوا. طيب هنروح للسيدات. انا عايز اقول لكم انه السوبر، يعني السوبر الكره الطائره اتحدد في فبراير. والله لسه قاري الخبر دلوقتي جاي لي على التليفون اهو. السوبر اتحدد في شهر فبراير. انتوا خليني يا جماعه، السوبر المصري اللي المفروض بيتعمل اهو، عشان اتاكد لكم الخبر، السوبر المصري اللي هو مفروض يبقى في اول الموسم بيتلعب في شهر فبراير اهو. اتلعب في شهر فبراير، يعني دي بصح يا جماعه ولا انا الخبر ده مش مظبوط؟ ما بين يناير وفبراير، ماشي. بس يعني اللي قصده اقوله لكم انه يعني السوبر، يعني المفروض الطبيعي، معلش يا جماعه انا بس، الطبيعي السوبر ده زي ما اليد عمل كده في بدايه الموسم، او مثلا بعد حته منه، يعني زي السله كده هتلعب ان بتوين بطولتين مثلا، واخدين بالكم بعد بين المرتبط وبين، يعني هيبقى مثلا شهر 11 12، يعني يوم ما يعني الدنيا تبقى في 12، انما يبقى في فبراير او يناير، يعني الموضوع صعب جدا جدا. هنروح للسيدات. السيدات بقى ورعتهم وقعتهم في رأس المجموعه الاولى، ومين المجموعه اللي معانا؟ الزمالك، هليوبلس، الزهور، وادي دجله، 6 اكتوبر، اتحاد اسكندريه، اصحاب الجياد. طيب هتسالني ليه الزمالك جه مع الاهلي في السيدات؟ لانه الاهلي رانكه عالي والزمالك الرانك اقل، فانت بتحط في المجموعه على حسب الرانك بتاع كل فريق، فعشان كده القرعه جابت الاهلي مع الزمالك. والمجموعه الثانيه سبورتنج، الصيد، الشمس، المعادي، دلفي، الجزيره، سموحه، الطيران. تمام. طبعا ان الاهلي طبعا حامل اللقب، مش يعني بتهيألي حضراتكم فاكرين معانا، مش محتاج افكركم، بعد ما فزنا على نادي سبورتنج السنه اللي فاتت واخذنا وفزنا بالدوري. وزي ما قلت لحضراتكم انه اول 11 هيشهد انطلاق بقى الدوري للسيدات والرجال، تقريبا يعني 5 و7 11، انا يعني مش متاكد لان هم ما قالوش تواريخ محدده، بس هو هيبقى اول اسبوع، يعني اتصور انه هيبقى يا اما 5 الرجال هيبقوا 7 والسيدات 5، حاجه زي كده، بس اول اسبوع في 11. اتمنى طبعا كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي واللاعبات، ويفضلوا طبعا محافظين على انتصاراتهم وعلى الشكل الجميل اللي بيأديه والتاريخ الكبير لكره الطائره سواء رجال او سيدات، باذن الله موسم جيد ونحصد جميع البطولات، وان شاء الله نحتفل في نهايه الموسم ببطوله الكره الطائره، اللي انا الحقيقه على المستوى الشخصي متشوق جدا ومتحمس ان البطوله دي ترجع للنادي الاهلي بالذات في الرجال، يعني متحمس جدا النادي الاهلي يستعيد تاني الدوري والكاس، البطوله المفضله، صاحب اكبر تاريخ للبطولتين مع كل المعوقات دي، ولكن ولادنا ان شاء الله قادرين على حسم الدوري والكاس باذن الله، وافريقيا زي السنه فاتح احنا حامل لقب افريقيا تمام، والدوري والكاس ان شاء الله يرجعوا لمكانهم المفضل في اهلي الجزيره. هنروح لتنس الطاوله، واللي حلقتنا ان شاء الله النص الثاني هتكون مع نجمنا كابتن شادي مجدي، هنتكلم معاه عن كل شيء، ولكن الخبر ده يخص تنس الطاوله. كان عندنا دوري، الدوري ابتدى، يمكن ثاني جوله لينا كانت مع اصحاب الجياد، واستطعنا ان احنا نفوز الحمد لله 3-1، والمباريات اتلعبت على صاله تنس الطاوله باهلي مدينه نصر. وطبعا مثل الاهلي في الماتش ده السيد لاشين شادي مجدي ضيفنا النهارده، ومروان جمال وبيقود الجهاز الفني لتنس الطاوله بنادي الاهلي، كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والمدير الفني، ومعاه كابتن اشرف صبحي مدرب عام لفريق الرجال، وكابتن احمد عبد السلام مدرب مساعد، اما الجهاز الاداري فبيضم احمد حامد ومصطفى عبد الفتاح الاداري. طيب المباراه كانت اتلعبت امبارح بصور الكابتن اشرف فتاح المدير الفني ورئيس الجهاز، ولاعبتنا مثلهم زي ما قلنا لحضراتكم امبارح في الفريق السيد لاشين شادي مجدي مروان جمال، وفازوا الثلاثه بالمباريات كلها مع نادي اصحاب الجهاد المحترم الحقيقه اللي بنوجه له التحيه، وان شاء الله القادم افضل، ده تاني جوله لينا في الدوري المجموعات، ان شاء الله كل التوفيق لتنس الطاوله، وهنتكلم عن الدوري ونظامه مع كابتننا كابتن شادي مجدي في الفقره الحواريه اللي هتبتدي بعد شويه ان شاء الله. هنروح ل ووتر بولو او كره الماء. كره الماء احنا كنا بنتكلم ودايما بنتكلم ان هي عادت تاني لمنصات التتويج والبطولات،
والخبر ده بيأكد اللي احنا بنقوله والشغل المبذول. الأهلي يتوج بكأس مصر رجال كرة الماء. الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فاز بلقب بطولة كأس مصر بعد ما فاز على نادي هليوبلس. نادي هليوبلس من يعني صاحب تاريخ كبير جدا بنتيجة كام؟ 8-4، نتيجة كبيرة دبل سكور. الماتش كان اتلعب الماتش كان على يعني على حمامات سباحة النادي جراند بلازا بالطريق الصحراوي. لعيبة الأهلي سيطرت على الماتش من بدايته لحد نهايته بالرغم من قوة المنافسة. خلي بالكوا هليوبلس فريق كويس قوي، فالنادي الأهلي عشان يكسب فريق زي ده لا احنا بقينا في حتة تانية الحمد لله. ولكنهم قدروا طبعا يحافظوا على فوزهم بالماتش والكأس. الأهلي كان صعد للنهائي بعد فوزه على نادي الجزيرة، يعني احنا في قبل النهائي ما كانش ماتش سهل كمان، قبل النهائي كان ماتش صعب. واسمعوا النتيجة بقى، فوزنا على الجزيرة 10-4، يعني قبل النهائي ونهائي في كرة الماء الحقيقة أداء رائع، أداء يعني لا تتخيله. طبعا لازم نقول طبعا الجهاز اللي بيقود الفريق، كابتن وليد عزت مدير فني، كابتن توفيق حماد مدرب، كابتن سيف ممدوح مدير اداري، وكابتن سامح العشري المدير الاداري للقطاع التعليمي، وكابتن خالد بن عيسى محلل الاداء، والدكتور احمد اكرم اخصائي تاهيل، والدكتور احمد الحفناوي الاخصائي النفسي، والدكتور الحسن محمد طبيب الفريق. ولمزيد من يعني من الضوء وعشان نقول له كمان مبروك على الشغل المبذول واللي احنا كنا دايما شايفينه معانا، كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن وائل. ازيك يا باشمهندس، وحشني جدا حضرتك، يعني بنتفائل المكالمه دي كل سنه الحمد لله. طبعا الف مبروك، الحقيقه انجاز كبير جدا، يعني كره الماء كاس مصر يمكن بطوله بدري بس بطوله ليها معاني كتيرة. الف مبروك يا كابتن وائل. الله يبارك حضرتك، ويعني انا بشكر الناس كلها لان البطوله دي احنا تعبنا جدا فيها. الفتره اللي فاتت كان عندنا فتره اعداد، عارف حضرتك الحمام كمان كان واقف شويه للصيانه. نعم. فاحنا بقالنا شهر ونص شهرين الناس بتشتغل فوق بعضهم. انا بشكر كل واحد من المدير الفني الاصغر عني، هم منظومه صراحه انا بشكرهم، من اول مدير الجهاز، الجهاز كنت بايدك محمود حسن، ناس تعبت والحمد لله طلع النتيجه زي ما حضرتك شايف. حضرتك قلت كلام جميل، احنا لعبنا اقوى فرقتين في مصر، الجزيره وهيوب، والنتيجه وقبلها كان نادي الزمالك، حضرتك برضو قبل الجزيره ولا كان الزمالك. النتيجه كانت كام مع الزمالك يا كابتن وائل؟ والله كانت 10-4 او 10-5 يعني. احنا الرينج احنا ماشيين بنصف كويس جدا، 4 كوارتر بنتيجه كويسه جدا مع كل الفرق صراحه. مجهود يشكر عليه سواء الجهاز الفني واللاعب، اشكرهم من قلبي. وان شاء الله بقى انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا قلت لحضرتك في مكالمه سابقه، احنا اهم حاجه عندنا ان شاء الله الدوري ونفرح فيه جمهورنا، عندنا كمان بطوله عربيه، عندنا حاجه كانت امبارح برضه كنا الصبح كان عندنا بطوله الباليه بتاعت 8 و10 ما شاء الله، الحمد لله كسبنا 8 سنين و10 سنين السنه الثاني، لا في نتائج حضرتك متفرقه الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله مبروك، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنشكر الجهاز وكل القائمين على طبعا كرة الماء. بس خليني اقول ان دي مسؤولية عليكم يا كابتن وائل، يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي لا وكمان يعني انت حضرتك بتكلمني انا دلوقتي في ماتش الاهلي والكتيرة في نادي هيلوب، خلاص خلصنا امبارح، عندنا كل يوم ماتشات، عندنا برضو دوري وكاس في جميع المراحل، فان شاء الله بمشيئة الله نعمل النتائج كلها كويسة ان شاء الله، تحافظ على اعجاب الناس كلها اكيد، وتحافظ على اعجاب جماهيرنا واعضاء. وكابتن وائل انا معلش عايز اتوقف شويه عن النتائج، يعني لما نكسب هليوبلس معلش انا ممكن نكسب 8-7 9-9 8 وده عادي في كره الميه، بس عشان اكسب النهارده 10-8-4 دبل سكور واكسب الجزيره 10-4 لا ده في تفوق كاسح. لا هو صراحه الولاد كانوا قاعدين كويس قوي، عملوا معسكر، الناس اشتغلت كويس قوي، اول مره في النهائيات يبقى دايما ابدا النهايات زي ما بيقولوا كده النتيجه بتبقى قريبه، فرق جون او فرق ان انت مكسب، اما لما حضرتك تكسب دبل سكور فبتبقى دي حاجه تنم على مش وليد الصرفه، لان انت حضرتك قبليها بيوم على طول انت بتلعب مع الجزيره كان بطل الدوري السنه اللي فاتت. نعم. فانت كسبان الجزيره بان 10-4 وبعد كده تكسب هليوب 8-4 وتحافظ برضه الزمالك لما كسبته يا افريج الاجوان اللي بتخش فيك في الاربعه كوارتر كل كوارتر جول، دي حاجه صعبه قوي في كره الميه عشان تبقى. طبعا طبعا يا كابتن النتائج دي لما تبقى تحافظ على كل كوارتر يخش فيك جول واحد بس في 8 دقائق تبقى دي حاجه تنم على ان الناس دي متمرنه كويس وعاملين شغل كويس قوي. طب قول لي يا كابتن وائل اللقب ده غايب عنا بقاله قد ايه؟ لقب كاس مصر والله بقاله هو بقاله 4 سنين طبعا. 4 سنين يعني 4 سنين احنا ان شاء الله
يعني الفترة اللي جاية دي حضرتك هتشوف حاجات جميلة قوي في جميع المراحل في كرة المية إن شاء الله. احنا متأكدين يا كابتن وائل، وطول ما حضرتك موجود وكل مساعدينك وكل الروح اللي موجودة في ألعاب الماء دي، احنا واثقين ومتأكدين إن شاء الله يا كابتن وائل. كابتن، أنا بشكرك وببقى سعيد بالمكالمة دي، وإن شاء الله حضرتك تكلمنا على طول في مزيد من الانتصارات. طبعا كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك يا كابتن وائل، وكل يعني المباركه وكل التهنئه، وبنربط على ايد ابطالنا في كره الماء، ونتمنى لهم ان شاء الله الفوز بالدوري، لان طبعا الدوري امر ثاني، ولكن النتائج زي ما حضراتكم شايفين، كسبنا زمالك، جزيره، هليوبلس، فاذا الحمد لله تفوق كاسح وحاجه مشرفه لكره الماء. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا، ما عندناش كتير ولكن هنكملهم، ونطلع بعد كده لضيفنا، بس خلينا نكمل اخبارنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل الفاصل يمكن مداخله الكابتن وائل عزت كانت اخر اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، خلينا نروح لاخبارنا المحليه، وابرزها كان عن الريشه الطائره. الريشه الطائره كان في بطوله مصر الدوليه اللي بتقام منذ ايام على ارض مصر، والحقيقه حققنا فيها انجاز تاريخي، انجاز جيد، لان الحقيقه بالرغم انها بطوله ودية أو دولية، ولكن شارك فيها عدد كبير جدا من اللاعبين، شارك فيها 144 لاعب ولاعبة من 30 دولة، فإذا هي بطولة كبرى، بطولة من البطولات الكبيرة. عندنا أدهم حاتم وأحمد صلاح استطاعوا أن هم يفوزوا ببرونزية الزوجي، طبعا ده إنجاز كبير وبنحييهم، نقول لهم ألف مليون مبروك، والريشة الطائرة من الاتحادات اللي عاملة شغل كويس قوي قوي قوي. البطولة اتلعبت في الفترة من 13-16 أكتوبر، و خسروا طبعا أدهم وصلاح، خسروا في قبل النهائي قدام زوجي منتخب فرنسا، وطبعا ده يعني منتخب فرنسا من الدول العظمى في هذه اللعبة. البطولة شهدت مشاركة لعيبة تقيلة على مستوى العالم، لأنها مدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، وكمان بقت على خريطة التأهيل لأولمبياد باريس 2024، عشان أوريكم قد إيه البطولة دي مهمة. فمصر تاخد في الزوجي في ريشة الطائرة، وإحنا يعني حديث العهد بالمشاركات الدولية والأولمبية والأفريقية في هذه اللعبة. الحقيقة أتصور إن إحنا ماشيين كويس. الريشة الطائرة لما ناخد برونز باتنين لعيبة شباب، أنا شايفه إنجاز كبير، لابد أن نربط على إيد اللعيبة دي أدهم حاتم وأحمد صلاح، ونقول لهم ألف مليون مبروك، وندعمهم بكل أشكال الدعم، وأكيد الوزارة مش هتتخلى عنهم وعن زمايلهم. ممكن يكون في مجموعة أخرى لم توفق في الفوز بميدالية، ولكن هم برومسنج يعني، أو واعدين إن هم يبقوا لعيبة يعني على مستوى عالي. أتصور إن الوزارة، خاصة خلينا أعترف إن اتحاد زي ريشة الطائرة هيعاني من ندرة الموارد، يعني ما فيش موارد مالية كبيرة زي اتحادات كبيرة تانية، ولكن أكيد الوزارة هتدعم هذا الجيل وهذا الاتحاد وهذا النشاط بشكل جيد جدا، لأنه أنتوا عارفين الفرق اللي بتلعبها أو الأندية بتلعبها قليلة، وبالتالي محتاجة دعم من الوزارة بشكل كبير. هروح للسكواش وبطولة أمريكا المفتوحة للسكواش، ويبدو أنه عصر نوران جوهر. يعني نور الشربيني ظلت متربعة على البطولات الكبرى فترة كبيرة، وما زالت الحقيقة بتشارك وقوية، ولكن نوران جوهر الحقيقة والحمامي ورانيا الحمامي وغيره من اللاعبات، يعني الحقيقة دخلوا يعني زي ما بيقولوا هزوا عرش نور الشربين. نوران جوهر تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش. نوران جوهر لعيبة منتخبنا الوطني ونجمة نادي وادي دجلة الإسكواش فازت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة اللي اتلعبت في الفترة من 8-15 أكتوبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 181,000 دولار. نوران كانت فازت في النهاية على زميلتها في المنتخب ونجم نادي سبورتنج نور الشربيني، لسه بقول لكم، بنتيجة 3-1، وجت نتائج الاشواط 11-7، 9-11، 11-7، 11-6 في ماتش استمر ال 51 دقيقه. اما لو رحنا لمنافسات الرجال، فللاسف علي فرج لاعب منتخبنا انسحب من النهائي بعد اصابته قدام البيروفي ديجيو الياس، وان شاء الله اصابته تكون خفيفه علشان يلحق بباقي بطولات الموسم. ولكن الغريبه شويه ان البطوله كان المفروض يبقى زوجي رجال، يعني يمكن احنا برضو عندنا مشكله في الرجال يمكن شويه بيحصل عندنا هزه وتراجع شويه زي ما بيقولوا في النتائج، بس ممكن تقعد على يد مصطفى عسل وغيره من اللاعبين. ونتمنى ان شاء الله ان نرجع تاني نلاقي النهائيات على بطولات الاسكواش على مستوى العالم مصري خالص. دي طبعا صوره من بطوله امريكا. الحقيقه انا رحت بطوله امريكا دي قبل كده بس للجينيورز، للعيبه الصغيره، رحت مرتين في 2014 و2015، وشفت قد ايه امريكا بتكسباند جامد جدا، بتتوسع بشكل كبير في الاسكواش. يمكن البطوله ساعتها في 14 و15 كانت بتتلعب في شرق امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه في الشرق، انا كنت هناك ورحت مثلا ولايه نيويورك، نيو جيرسي، في كذا ولايه وكذا مدرسه. الحقيقه عندهم مجمعات سكواش كبيره جدا، ورحت جامعات ومدارس، هم هناك ما عندهمش انديه زينا
هم هتلاقي الجامعه بتلعب في مثلا في مجمع في جامعه، وفي جامعه في او ملاعب في مدارس. وطبعا اللي انا شايفه كده انه امريكا بتخطط، وعلى فكره ده خبر مش توقع، امريكا بتخطط عشان تدخل الاسكواش لعبه اولمبيه، ويا اهلا بالبطولات. فلما تبقى في لوس انجلوس يعني هي خلاص هي قربت، هي البطوله اللي جايه اللي بعديها باريس، اللي بعديها 2028 صح يا جماعه؟ 2028 صح؟ 2028 في لوس انجلوس. امريكا بتخطط ان الاسكواش لو مشي بمعدل ده هتدخله، هي لكل دوله ليها ثلاث العاب يخشوا الاولمبيات، هي تختارهم يتضافوا على اجنده الاولمبيات. البطوله اللي فاتت بتاعه طوكيو كان فيها الكاراتيه، عشان كده هو مش في باريس. وعايز اقول لكم ان باريس مثلا او في فرنسا اختارت العاب غريبه جدا، منها البريك دانس مثلا. والله زي ما بقول لكم بريك دانس داخل بقى لعبه اولمبيه وتتلعب في 2024، وعندنا منتخب. والله زي ما بقول لكم، فيعني في العاب كده هتلاقيها، فالسكواش بيتخطط له. زي ما قلنا لحضراتكم، الدوله المستضيفه بيبقى لها الحق تدرك ثلاث بطولات على الاجنده واجنده منافسات. فامريكا بتخطط للسكواش واحنا جاهزين، احنا عندنا بص ما عندناش اي مشكله. دي كانت نهايه اخبارنا الحقيقه، ونروح ان شاء الله الفاصل، عشان بعد الفاصل نستقبل كابتن الكباتن الكبيره جدا في تنس الطاوله، واحد يعني اللاعبين اللي انا بحبهم جدا، كابتن شادي مجدي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا في الانترو في بدايه الحلقه ان منتخب تنس الطاوله المصري استطاع في انجاز تاريخي لاول مره يحدث يعني في تاريخ التنس الطاوله المصريه، انه يتاهل لدور ال 16 في بطوله العالم اللي فاتت اللي اتلعبت في الصين. احد هؤلاء الابطال اللي تحقق على ايديهم هذا الانجاز هو شادي مجدي، او كابتن شادي مجدي، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، اللي بنرحب بيه في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن شادي. اهلا وسهلا كابتن ايسر، انا والله مبسوط دايما العب معاك على تقنية في البرنامج. انجاز يعني تاريخي، وده طبعا لازم يديك حقك، وندي حقك وندي زمايلك كمان حقهم، لانه الحقيقه دي حاجه كانت غير متوقعه، انا نفسي ما كنتش متوقع. ولا احنا كنا متوقعينها بصراحه. ده حقيقي انتوا نفسكم ما كنتوش متوقعين بصراحه. لا بس انتوا كنتوا مجموعه صعبه. المجموعه كانت صعبه، وهو اصلا البطوله عموما دي بتبقى صعبه جدا. هي كانت في العادي البطوله دي بتتلعب بشكل ديفيجنز على حسب التصنيف، يعني كل الديفيجن 1 مثلا من اول تقريبا كان اول 32 فريق، وديفيجن 2 بعد كده اللي هو كل 32 فريق. فدي اول بطوله تتعمل بشكل زي كاس العالم بتاع الكوره، اللي هو كل الفرق هتلعب اللي اتاهلت لكذا بطوله العالم، وبتتقسم المجاميع بقى ضم كله مع بعض بالظبط كده. فكان المجموعه بيبقى فيها خمس او كمان يعني خمس او ست فرق، فطبعا بيبقى مجموعه كبيره. مجموعتنا كان طبعا كان احنا كنا المجموعه الرابعه، كان معانا رابع العالم كوريا اول المجموعه بتاعتنا، واحنا كان تصنيفنا ثاني المجموعه بتاعتنا. كان ثالث المجموعه تشيك، الرابع كان كندا، الخامس السعوديه. بس كندا برضه مش فريق قليل يعني، اللي اعرفه انه برضه بالظبط هو كلهم صينيين اصلا مجنسين. الثلاثه صينيين بالظبط، كلهم صينيين. فاحنا المشكله بس احنا ما كناش عارفين المنتخب الكندي ده ايه نظامه. يعني احنا الثلاثه اللي كانوا موجودين كنا اول مره نشوفهم، بس هم شكلهم كلهم صينيين، فاحنا مش عارفين ايه الوضع. استنينا نشوفهم في ماتش كانوا هم بيلعبوا كوريا، واحنا كنا بنلعب اول ماتش مع السعوديه. الحمد لله هو برده كان ترتيب الماتشات نفعنا بصراحه. شفتوا الفرقه الثانيه؟ لا، وابتدينا كمان من ناحيه تدريج القوه بتاعت الماتشات، بدات السعوديه نفعتنا بالظبط، نفعتنا ان احنا ابتدينا بالسعوديه الاول، الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب 3-0، وتاني ماتش كان كندا، الحمد لله برده ربنا قدرنا وكسبنا 3-0. كان ثالث ماتش كان مع كوريا الاول المجموعه بتاعتنا، ده كان اول ماتش انا اشارك فيه. الحمد لله احنا يعني ادينا اداء مشرف بصراحه مع رابع العالم يعني كوريا. وكوريا دخلت الاربعه على فكره، يعني خسروا سيمي فاينل رابع عالم. بالظبط. احنا خسرنا 3-1. الحمد لله انا قدرت في الماتش ده ان انا اكسب الثالث. ده تصنيفه 47 على العالم، بس اللي كان نفسي ان احنا نقدر نكسب الماتش كان يعني هيفرق كان معنا جدا. ايه هيفرق معانا جدا بالظبط يعني. بس خلي بالك انتوا عشان كنت التصنيف الثاني، فجاء جدولكم حلو، دايما احسن جدول بيبقى جدول الثاني. ده حقيقي. الاول بيبتدي دايما هتلاقيه مثلا ممكن مع الخامس، بس ممكن مع تاني ماتش. ده اللي حصل فعلا، احنا لعبنا تاني او تالت ماتش مع اللي هو مع كوريا. دايما احسن جدول في كل البطولات بيبقى جدول التاني. ده حقيقي فعلا. بس طبعا في الاول والاخر ده لا يقل ابدا ان احنا تاهلنا مجموعتنا تاني، مفيش مشكله خالص. اصطدمنا بهونج كونج، يعني فرقه جامده جدا برضه، صينيين. انت كنت الملعب كله صينيين صح؟ ده حقيقي. كله يعني كل الفرق كلها مجنسه. ده حقيقي. فقابلنا هونج كونج، وهونج كونج مصنف بالزبط. يعني مصنف. عملنا ايه في المباراه دي ويعني وهي كانت ماشيه ازاي؟ طبعا احنا اول ما عرفنا احنا كان القرعه، اول لما عرفنا يعني تاهلنا تاني مجموعه، احنا عرفنا ان احنا هنقابل مفروض يعني كان يا يابان يا برتغال يا اما رومانيا يا اما هونج كونج. تمام. فاحنا كنا بنتمنى
لان كان اولا المنتخبات الاوروبيه اقل اقل اكيد ان احنا كنا ممكن يعني يبقى في فرصه اقوى من خساره كده. خساره. طبعا كنا بنحاول ان احنا نبعد عن ايه يعني اي حاجه طب اسيويه. هي دي فئتكم دي قرعه ولا انا لا مش غلطان؟ في ايدنا طبعا، هي قرعه بالظبط. فاول لما جالنا بصراحه هونج كونج يعني قلنا خلاص يعني نحاول نعمل اقصى حاجه عندنا، خصوصا دي جزء من الصين يعني. ف بالظبط، يعني قالوا قلنا صدمتوا بالصين بطل العالم. بالظبط، ما بالظبط. ف وهم اصلا يعني تقريبا هم خسروا على الاربعه، على دخول الاربعه، خسروا على دخول الاربعه من اليابان تقريبا. ف لا من كوريا، احنا كنا هنلعب كوريا على الاربعه لان هي بتبقى قرعه، فحتى اتحط معانا كوريا لو كنا كسبنا كنا نلعب كوريا تاني بس تاني على دخول هيبقى الاربعه مجموعكم. بالظبط، مع انها كانت في مجموعتنا عشان بتتعمل بس شافل خلي يعني. بالك انتوا القرعه ما خدمتكوش، يعني انتوا لو كنتوا لعبتوا، لو كنتوا بعدتوا عن اليابان وهونج كونج بالظبط وكنتوا لعبتوا البرتغال مثلا بالظبط، كنا هنطلع دور الثمانيه. كان ممكن، كان يعني طبعا النسبه برضو خد بالك ان الثلاث لعيبه اللي هناك كانوا لعيبه برضو في البرتغال مش قليلين سنين يعني. برضو. لا مش صينيين بس لعيبه طبعا طبعا ليها هتلعب في تاريخ اوروبا، وليها يعني هتلعب في اوروبا. لعيبه جامده جدا في اوروبا. بس يعني كنا نتمنى عموما كان المنافسه تبقى بعيده عن اسيا شويه عموما بالظبط يعني، بالظبط. لان وخلي برضو بالك انت هونج كونج خسران 3-1، انت في البرتغال كنت ممكن تكسب انت 3-1 بالظبط يعني فاهم، او بالظبط ممكن تكسب ما اعرفش 3-2 يعني، كنت ممكن تكسب كان بنتيجه يعني تخليك تقرب، انما هونج كونج كان الموضوع صعب، رابع بالظبط هو عالم. الموضوع بيبقى اقرب اكيد مع اوروبا يعني، خصوصا لعبهم شبهنا وطريقه لعبنا شبههم وعندنا محترفين هناك بالظبط بالظبط يعني. فطبعا احنا كل اللعيبه تبين اكتريتها المصريين دلوقتي بقى محترفين في اوروبا يعني وعارفين المدرسه الاوروبيه وكانت تبقى دول. بس ايا كان هو انجاز تاريخي نوصل دور ال 16 دول بالظبط العالم بشكلها الجديد بالظبط بعد ما ضموا كل الديفيجنات او كل الليفلات على بعض، بالظبط فطبعا بقت المنافسه اقوى كتير جدا جدا. بس خليني ارجع بقى ليك على المستوى الشخصي، طبعا انت عشان تروح مع منتخب مصر بطوله العالم الموضوع ده ما بيبقاش سهل، هو بيبقى فيه أكيد رانك وفيه منافسات وترتيب وماتشات. خلينا نرجع، انت يعني استعدت للحلم ده من امتى؟ من في وقت فات قد ايه؟ والله. وقبل بطولة الجمهورية اللي فاتت دي كان أنا بقالي سنتين أو سنتين وشوية كمان كان تصنيفي رقم واحد على مصر. فكان قبل البطولة دي أنا ما اتوافقتش في بطولة الجمهورية الأخيرة تمام، بس كان قبليها كان كان في شهر المفروض كام بطولة الجمهورية مش كانت في نص تمانية نص تقريبا أو تمانية؟ أول تمانية. بس كان قبليها كان محطوط الناس اللي مختارين اللي مختارينهم لبطولة العالم يعني اللي كان الاختيار كان قبل الجمهورية، بالظبط. بس ده فرق انف بيتهيألي، يعني مش بطولة تفرق معاك، بالظبط. انت ما بقالك هو انا سنتين هقول لك ونص. اللي حصل يعني، هو بعد البطوله كان حصل تغيير كمان في الناس اللي كانت هتسافر، اتغيرت فعلا الاسامي اللي كانت هتروح، انا ليه كنتش منهم ليه؟ تمام. اختيارات الاتحاد يعني، يعني رؤية فنية. الرؤيه الفنيه بالظبط تمام. تمام. وبعد ما اتغير الكلام ده الناس حصل لها ظروف، كان عمر عصر واحمد صالح كان عندهم حاجات عندهم في الدوريات بتاعتهم فاعتذروا، فرجعت انا تاني بالرغم ان انت قعدت سنتين ونص الرانك رقم واحد على مصر، بالظبط بس بالظبط بطولة خدعتك او بطولة يعني خانتك فيها للسوق. بالظبط. دي كانت اول بطوله من 4 سنين بس لا يعني، يضيع، يعني لا يضيع يعني، يقولوا تعب تعب يعني، ما فيش حد تعبه بيضيع، والله الحمد لله سبحان الله يعني ربنا اديها لك. بالظبط انت بقالك سنتين ونص بتتعب عشان حاجه زي كده، الحمد لله فعلا. وسبحان الله انت بتحكي لي يعني معجزه بنشوفها في كل الاوقات. وخلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بتقول ان المعجزات انتهت او ما فيش معجزات، لا بيحصل معجزات، كل واحد فينا بيحصل معاه معجزه. ده حقيقي انت اللي حصل معاك ده معجزه. بصراحة. أنا يعني من قبل وطول أنا كنتش عامل حسابي إن أنا رايح أصلا، وكنت محطوط احتياطي من إن أنا أروح، ولما رحت أنا كنت رايح أول ماتشين ما بلعبش، ما لعبتش، كان وتكسب المباراة في هونج كونج، تكسب بالظبط في كوريا دولة. الأول في كوريا، وكان ماتش كوريا كان محدش كان حاط في الحسبان إن واحد حد ممكن مننا يكسب في ماتش كوريا، الموضوع صعب كوريا 3-1 صح، وإنما بالظبط. هونج كونج اللي كان 3-0. ايوه بالظبط. فالحمد لله كانت بدايتها في كوريا، وبعد كده ربنا كرمني في ماتش التشيك، كان ماتش برضو يحد اللي انا كنت نازل الماتش 1-1، فكان مكسبي فرق في الكفه بتاعتنا بقت 2-1، والحمد لله بيلي قدر ان هو يحسم الماتش لينا. فكان الحمد لله ماتش يعني من ان انا مش رايح خالص، لان انا رحت والحمد لله ربنا كرمني وأثرت. جدا بالظبط، وكنت سبب من ضمن الاسباب يعني مع فريقي طبعا ان احنا الحمد لله نتاهل ال 16، وكنت بأول مرة عربيا وافريقيا ان احنا نعمل الانجاز ده. صحيح افريقيا. انت بس انت ما كنتش في افريقيا، لا ما كنتش في افريقيا، بس المنتخب حقق بطولة افريقيا بالظبط ورجع شوية وراح طالع، فدي بالظبط صحوة يعني حلوة في تنس الطاولة. ست ميداليات ذهب من اصل 7 في افريقيا الاخيره يعني. حاجة فالحمد لله ممتازة. يعني احنا مسيطرين عربيا وافريقيا عموما على اللعبه بنسبه كبيره يعني. طب ترجع ده لايه؟ ليه احنا مسيطرين وليه الجيل ده بالذات عمل اللي ما عملوش الاجيال اللي قبل كده؟ ليه؟ تفتكر من وجهة هقول نظرك؟ لحضرتك لكذا سبب. اولا كميه اللعيبه اللي عندنا دلوقتي بقت محترفه في اوروبا، وكميه اللعيبه بقت واخده اللعبه بروفيشنال 100% يعني احتراف. احتراف بالظبط يعني، مديه وقتها الكامل للعبه بعيدا بقى عن كل حاجه يعني. انت كده يا شادي؟
لا انا حاليا انا شغال مهندس عادي الصبح وبخلص وبطلع تمريني بعد الشغل يعني. بس برضو يعني فكرة احتراف يعني. بالظبط انا كده كده من قبل ما اشتغل اصلا يعني، لسه بادئ شغل من بقالي 4 أو 5 شهور تقريبا. بس بعيدا عن الشغل كان حياتي كلها كانت الرياضة بس، الرياضة بس. انت مهندس ايه يا باشمهندس؟ مدني. مدني. ما شاء الله. بس هو يعني دراسته صعبه بدني شويه وشغله شغله هو كمان صعب المتعب شويه. الاثنين. بس طبعا الفكره اللي بقول لك عليها انه يعني لكل مجتهد نصيب. اكيد. انت تعبت واجتهدت واشتغلت بشكل كويس، ويعني زي ما بيقولوا ضحيت بحاجات كتيره السنتين اللي فاتوا، فكان لازم يجي المكافاه من عند ربنا. النهارده محمد صلاح الراجل يعني بيتعرض لانتقادات كبيره جدا ما شاء الله، جاب جون اهو في ماتش السيتي. لا والماتش اللي فات هاتريك. فالنهارده بيكسب يعني مان سيتي. ربنا اللي بيتعب وبيتشبث بحلمه وبيجتهد ربنا بيديه. والله دفعنا يا كابتن حسن يعني. طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي يعني. وضع طبيعي الحمد لله انجاز كبير وتاريخي يعني، وان انت موجود فيه وهيتكتب باسمك ان هذا المنتخب وصل دور ال 16 ان شاء الله لو 100 سنه قدام. اللي جاي وبتخطط له ازاي على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب؟ طيب احنا لسه بادئين الدوري حقيقي، كنت لسه قايل في الاخبار ان احنا كنا لسه بادئين الدوري، دي كانت تاني جوله لينا، كسبنا اول ماتش اهلي فقوس وتاني ماتش كان اصحاب الجياد. بنمشي نفضل ماشيين بقى رايح جاي، اللي هي الماتشات الرايح جاي الاول، وبعد ما نخلص الدور الاول والتاني بنلعب دورات المجمعه ان شاء الله. فممكن هو الفتره اللي جايه دي اكترتها ماتشات الدوري، كل الاسبوع، كل اسبوع يبقى عندنا ماتش. وبعد ما نخلص ان شاء الله الدوري اللي هو الفترات الرايح جاي، عندنا بقى ان شاء الله في شهر 12، في نص 12 او اخر 12 الانديه العربيه. الانديه العربيه دي اعتقد اكبر بطوله جايه يعني. الانديه العربيه دي اتلعبت السنه اللي فاتت في عمان. بالظبط. بس اتلعبت في وقت مش ده، كانت شهر 8 بدايه الموسم. ايوه في شهر 8 او في اول 9 تقريبا. اتلعبت صح. هي اتاجلت، هي كانت المفروض في شهر تتلعب في اخر 9. طب ليه اتاجلت؟ كورونا ولا ايه؟ لا تقريبا تغيير البلد يعني. كانت هتتلعب تقريبا في المغرب تقريبا. واتغيرت دلوقتي، المغرب اعتزلت، هتبقى عندنا في مصر يعني. البطوله العربيه هتكون في مصر في شهر 12. بالظبط. هو هنشارك تقريبا 3 انديه، لان هو في العادي بيبقى 2 بس. عشان البلد المستضيفه بيبقى 3 انديه. طبعا هيبقى الاهلي والزمالك وانبي. وانبي انبي هم اقوى 3 اقوى 3 فرق في الدوري. اقوى 3 بالظبط. ده طبيعي جدا. هو اول 3 انديه. طيب بعد البطوله العربيه اعتقد ممكن يبقى نكمل الدوري بقى ولا كده كده الدوري هيبقى مستمر. الدوري كده كده ما بيقفش، احنا بنخلصه تقريبا على 4 أو 5 على حسب بقى المواعيد يعني. على حسب الاتحاد هيخلص الدوري على شهر كام. السنه اللي فاتت خلصناه في 6 في اول 6 صح. يعني حتى احنا جينا مع حضرتك تقريبا بعديها على طول بعد الفوز او فوز بالدوري. بس السنه دي بقى بتبقى طبعا بتختلف على حسب البطولات اللي هي الكالندر الدوليه بتاعتنا عندنا فيها ايه. ومفروض ان في بطوله الالعاب الافريقيه او بطوله الالعاب الافريقيه بالظبط دي في شهر 5 2023. دي هتبقى السنه الجايه. بالظبط. هتبقى في غانا. بالظبط. دي المفروض دي اللي هتأهل لباريس ان شاء الله. ايه ده بطوله العاب افريقيه؟ هو على حسب الاتحاد الدولي بيحدد. انا في عادي الالعاب الالعاب الافريقيه ما بتأهلش لحاجه. لا احنا عندنا البطوله دي هي اللي هتأهل يعني ان شاء الله. لو من الفرق كمان من الفرق. يعني الدوره اللي فاتت برضه، لان احنا لما بنلعب اكتريت الاوقات احنا بنسبه كبيره يعني بنسبه 90% لعب نيجيريا في الفاينل. والماتش ده هو اللي بيحدد انت بتتأهل كفرقه، وبعد كده من لو انت ان شاء الله كسبنا يعني ربنا كرمنا وكسبنا نيجيريا. بالظبط. بيبقى ليك بقى 2 لعيبه تلعب بيهم فردي وثلاث لعيبه توديهم يلعبوا فرق، فانت بيبقى ليك الاختيار في ده. ليك الاختيار يعني انت بتختار 5. بالظبط يعني ممكن يبقوا 5 ممكن يبقوا هم نفس الثلاثه، 2 منهم يلعبوا فردي يعني انت. نعم. على بس ماكسيمم 5 مينيمم 3. بالظبط. دول اللي ممكن تروح بيهم بقى. بس بالزبط. طبعا الالعاب افريقيه ان شاء الله احنا نيجيريا اذا كنا احنا كسبنا بطوله افريقيا. هو ارونا بس اللي بيبقى. بالظبط. ما هو ارونا يعني. أرونا بس هو بس مش ارونا بس بصراحه، لان هو برده خد بالك عندهم اجيال كويسه، وعندهم التاني بتاعهم برده هو محترف بقاله سنين صيني. هو لا 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 هو لا نيجيريا. نيجيريا هم 3 نيجيريين ما بيجنسوش. لا لا خالص. طب ليه نيجيريا كده يعني برغم ان هم ما بيجنسوش مهتمين باللعبه بشكل هو اللعبه كويس. عندهم اللعبه رقم 2 عندهم بعد الكورة يعني. عندهم شغف وحب ليها غير طبيعي، بيحبوا يعني. احنا رحنا نيجيريا قبل كده كتير، وبطولات بصراحة هناك تبقى ممتعة جدا جدا يعني، لأن الجماهير هناك تبقى عاملة زي الكورة. عارف ليه؟ يعني سألت نفسك السؤال ده ليه؟ أفريقيا بالذات مش نيجيريا بس. تنس الطاولة أنت رحت أفريقيا وشفت. أكيد. الشعوب بتبقى يعني الماديات والاقتصادية بتبقى صعبة. فتنس الطاولة أنت ممكن تعمل خشبة وتلعب. ده حقيقي. فامكانياتها بسيطه يعني. بسيطه مش محتاجه ماديات كتير. بالظبط. بالظبط. وبصراحه يعني من اكتر البلاد اللي تحس ان هم شقيانين يعني. صح. يعني حتى فعلا تلاقيهم بيسافروا في كل بلاد العالم مثلا، يفضلوا يتمرنوا هنا وهنا وهنا يعني. مثلا ارونا عشان هو يمكن اجمد لعيب واكتر لعيب معاه سبونسرز وكده، فبيساعد البلد بتاعته، بيساعد فرقته.
بيخلي فرقته مثلا تسافر عنده في النادي في سبورتنج لشبونه، هو محترف عموما في المانيا بس بيبقى قاعد في البرتغال، فعلى طول بيتمرن في سبورتنج وكده في سبورتنج لشبونه، فبيجيب اللعيبه بتاعت نيجيريا تتمرن، بيجيب لهم احتراف بره، يعني بيجيب هو مش لهم لاعب بس ده هو كمان ايقونه عندهم ده حقيقي وبيرعاهم. هو بيساعد جدا بصراحه يعني، فهو بصراحه يعني بيخلي الفرقه تبقى منافسه جدا لينا يعني في الفرق بالذات، لان حتى لو هو بطل تقيل على يعني فكره هيبقى مزعج، يعني اكيد ان هو في دور بيقوم بيه مش بس انه بيلعب. ده حقيقي، هو وجوده اصلا مؤثر جدا في الفرقه عنده وعلينا احنا يعني طبعا، لان هو لعيب قوي جدا واسطوره من اساطير افريقيا يعني بنتائجه بصراحه. فلا يعني ان شاء الله بس ربنا يكرمنا باذن الله وتبقى بالالعاب الافريقيه دي من نصيبنا يعني، عشان نعرف نتاهل باذن الله بس لباريس يعني. بيتهيألي احنا يعني بعد الانجاز اللي عمله عمر في الاولمبيات، وبعد الانجاز اللي انتوا عملتوه في بطوله العالم، وبعد الانجاز في افريقيا اللي فاتت، بيتهيألي اكيد والجميل بقى كمان يا شادي، ومعلش انت صحح لي لو انا غلطان، يعني ان احنا عندنا اجيال، يعني ده عندنا حقيقي كبار وعندنا الوسط وعندنا صغيرين ده في حقيقي مصر ده وبالذات حقيقي النادي الاهلي، ده حقيقي. فده شايفه ازاي؟ شايف ده يدينا مستقبل؟ هو طبعا عندنا مستقبل يعني، عندنا فعلا اجيال كويسه قوي ولعيبه في كل، زي ما حضرتك قلت في كل سن يعني، احنا عندنا من الاكبر واحد عندنا ممكن في فريق او في الاجيال اللي هي اللي فوق، ممكن عندنا سيد لاشين في النادي الاهلي، عندنا احمد علي صالح، دول اللي هم نفس السن تقريبا، عندنا يجوا بعديهم عمر عصر وكده، هم ده في اوائل الثلاثينات، عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر وشومان، يجي بعديهم اللي هو في السن الاصغر شويه انا وعمر بدير، انت كام؟ 22 سنه وانا تقريبا يا شادي. 26 26 سنه. 26 سنه. انا وعمر بدير ويعني ده اللي هو في السن ده مثلا، يجي بعديهم هتلاقي فيه يوسف عبد العزيز، هتلاقي مروان جمال، انا مش عايز انسى حد برضو. انت بتقول يعني بتقول اتنين تلاته من كل جيل. بالظبط بالظبط يعني، بس في بصراحه من كل جيل هتلاقي في ناس بروميسنج بتساعد يعني، ده بيكمل للجيل اللي بعده، وده اللي مخلينا الحمد لله سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر الحمد لله مستمرين في الرياضه عموما، سواء على المستوى المحلي او على المستوى القاري مع المنتخب يعني. طيب احنا في مقوله دايما بنقولها انه تنس الطاوله في النادي الاهلي هي اكبر داعم للمنتخبات الوطنيه. ده حقيقي. خلينا ناخد يعني مثلا بطوله افريقيا اللي فاتت، كم لاعب ممثل مصر من النادي الاهلي؟ لو جينا في الرجال بصينا هتلاقي محمد بيلي، محمد شومان، خالد عصر، ممكن عمر عصر يعتبر من ابن الاهلي بس هو دلوقتي محترف بره، ومفيش غير اللي واحد كانوا بس. بيلعبوا افريقيا اللي بالظبط، فاتت دول الثلاثه مفيش دول، غير واحد بس من بره. يعني يعني ثلاثه. عمر كان في البطوله عمر كان بعتبره موجود في ابن البطوله. النادي خلاص. فيعتبر اربعه من اصل خمسه. نيجي في البنات عندك دينا مشرف، هنا جوده، اخترت من جزيره الورد ويسرى طبعا يسرى. كانت بتلعب في الاهلي وراحت جزيره الورد، ومريم كانت بتلعب في الاهلي وراحت بتوجيت، بس في حد عندنا جه من وآلاء يحيى. آلاء يحيى الاقي يحيى جت بالظبط من جزيره الورد، من الاولمبي، بالظبط جزيره الورد، من جزيره الورد عندنا بالظبط كده. فاحنا برضو كان ثلاثه اولاد وثلاثه بنات، ثلاثه اولاد يعني وثلاثه ثلاثه من بنات، خمسه وثلاثه من خمسه حتى الاثنين البنات كانوا كانوا في اولاد، الاهلي كانوا اصلا بناتنا ولسه منتقلين يعني لسه السنه دي. منتقلين. بالظبط، يعني قصدي اقول لك ان منتخب البنات تقريبا كله من الاهلي هو ده، والرجال وده اربعه احنا وخمسه. يعني ده في العادي طول حياتنا اكتريه الاوقات، وفعلا يعني ده بدون مبالغه، هو دايما المنتخب كان هو بيمثله الاهلي بنسبه 90%. ممكن اللي دايما في الرجال اللي بيبقى بره القاعده دي كان بيبقى احمد علي صالح هذا يعني، سؤال هو لاعب الزمالك لاعب الزمالك، هو صحيح. دلوقتي في الزمالك. طيب خلينا، انا عايز اعرف منك بقى تفاصيل كده شويه عن بطوله العالم وازاي رحتوا، لان طبعا كورونا هناك في الصين كانت الدنيا مقفوله، بس ده خلينا حقيقي. اسمع اجابتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن النادي الاهلي منتخب مصر في تنس الطاوله شادي مجدي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، عشان برضو نفكر الساده المشاهدين، منتخب مصر لتنس الطاوله كان في الصين في بطوله العالم منذ ايام، وفي انجاز تاريخي الحقيقه وصلنا لدور ال 16، محدش قبل كده عملها ولا اي جيل عملها. ومعانا في الاستوديو مكملين حوارنا معانا مع طبعا كابتن شادي مجدي نجم النادي الاهلي في تنس الطاوله، وايضا نجم منتخب مصر واللي كان معاهم او كان مشارك ضمن منتخب مصر في بطوله الصين، واحنا مكملين حوارنا معاك شادي. يمكن هنتكلم عن السفر للصين في توقيت عصيب، هم نفسهم في الصين قافلين على نفسهم جامد، العالم يمكن كله تعايش مع كورونا والدنيا اتفتحت الا الصين. ده حقيقي. رحتوا ازاي؟ احكي لي القصه بدايه من انتقالكم من هنا الى ان وصلتوا لملعب او ارض الملعب في الصين. اوكي، هو اولا كان الاتحاد الدولي حاطط شويه ريستريكشنز كده في معينه، ان احنا لازم نبقى فقاعه اللي هي في البابل يعني البابل دي بتبقى من اول بدايتها من السفر كمان يعني، بدايتها ان احنا لازم نبقى طب مسافرين بطياره خاصه، هنتقابل يعني كل الفرق كلها بتتقابل في حتتين في العالم كله، سنغافوره ودبي،
الناس اللي قريبه من دبي بتروح على دبي، والناس اللي قريبه من سنغافوره بتروح على سنغافوره، فكانت اكتريه شرق اسيا رايحين على سنغافوره، والبلاد الباقيه كلها كانت جايه على دبي. ممتاز. اتقابلنا اكتريه الفرق كلها اتقابلت في دبي، ومن دبي خدنا طياره خاصه اللي هي تشارتر دي، خدت كل اللعيبه بكل منتخبات، ملهاش يعني فيش اي حد بره التنس طاوله. بس الطياره كانت عباره عن لعيبه تنس طاوله ومدربين تنس طاوله، اي حاجه تنس طاوله، والكارجو كله مضارب وكل حاجه بالظبط، مفيش اي حاجه بره التنس طاوله. تمام. بس فخدتنا ورحنا من دبي على شنغدو على طول، يعني دايركت. كم ساعه طيران؟ كانت من دبي حوالي 8 ساعات. ماشي ماشي الحال. هو في العادي لما احنا بنسافر من مصر للصين دايركت بتبقى 11 ساعه، فده ارحم، ده ارحم طبعا. يعني الثلاث ساعات دول بيفرقوا. طب وقعدتوا ترانزيت في دبي قد ايه؟ لا كانت كتير بقى. ايوه ما هو لسه بقى ليه بقى انا عايز اقف دي، لان انت مش كلكم رايحين في طياره واحده. بالظبط. اللي جاي بطياره 9 10 واللي جاي في 9 ونص واللي جاي من كل العالم بقى بتتجمع. بالظبط بالظبط. قعدتوا قد ايه بقى؟ 10 ساعات مثلا؟ ده حقيقي. يعني اول مره اول يعني احنا رايحين قعدنا 10 واحنا راجعين قعدنا اكتر من 12 ساعه. دي فين الصوره دي؟ دي بعد ما احنا اتاهلنا لل 16. بالظبط. ده كمامات وشغل لا لا احنا ده موضوع الكمامات ده كان صعب، يعني احنا هناك ما بيسيبوناش نمشي من غير الكمامه جوه البطوله، مع ان احنا كلنا جوه الفقاعه. يعني جوه الصاله وجوه الاوتيل جوه في اي حته، لا لازم تفضل لابس كمامه. يبدو ان الصين ما زالت تعاني من كورونا. طب خلينا نقول بقى، ورحنا دبي قعدنا 10 ساعات ترانزيت، خدنا طياره خاصه، طياره كبيره بقى، كانت طياره كبيره قوي، كبيره قوي، كبيره جدا جدا يعني ما خدت بقى كل كان معانا، كل يعني تقريبا اكتريه البلاد، لان كان معانا امريكا ورومانيا وكل اوروبا كانت معانا في دبي، وكان معانا امريكا، وطبعا كل اي بلاد افريقيه، يعني احنا كان جنوب افريقيا كانت معانا، دي اللي كانت شاركت الوحيده من افريقيا معانا من في السنه. طب معلش سؤال تاني برضو، ما هو احنا بنتكلم في فقاعه، هل انتوا قاعدين في الطياره كان منتخب مصر جنب بعضه ولا لا؟ لخبطيط لخبطيط كله، يعني اي حته في اي حته. بس اصلا الموضوع عشان نطلع على الطياره كميه صعوبات غير طبيعيه. ازاي؟ عاملين بقى ابلكيشن اولا من قبل ما نسافر بكام يوم، لازم بتعمل مساحات يوميا. احنا واحنا هناك قعدنا 12 او 13 يوم، قعدنا بنعمل مسحه يوميا لل 12 او 13 يوم. انتوا هناك؟ واحنا هناك. طب هنا بقى عملتوا ايه؟ قبل ما نسافر عندنا هنا يومين او ثلاثه قبل السفر بنعمل مساحات، ده مبدئيا كل واحد حاطط ايده على قلبه طبعا، ما هو انت لو رطشت. وممكن تبقى اصلا تبقى فولس يعني مش حقيقيه، لان المساحات مش مظبوطه يعني. فلو حد طلع نيجاتيف قصدي بوزيتيف، مع السلامه، مع السلامه خلاص، ومش هتلحق يجيب حد مكانك، لان خلاص الاوبشنز اللي هم حاطينها دي مستحيل. عملتوا ثلاث ايام مساحات في ثلاث ايام ورا بعض؟ المساحات تمام، ولازم تدخل على الابلكيشن تقعد تعمل ان انت حرارتك ما بتزيدش، وتقعد تعمل ان انت ما عندكش اي اعراض، وتعمل كل يوم الكلام ده، لازم تعمله يوميا كل اللعيب. تشيك ان تك نو كذا نو كذا نو كذا نو 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 نو، بس بعد كده تشيك وبعد كده سبميت مثلا. سبميت كل يوم بقى لازم تعمل الكلام ده. كنا بنعمله المفروض يعني احنا سافرنا يوم 15 او 25/9، ابتدينا الكلام ده من يوم 16. كل يوم تخش تعمل تشيك. طب انتوا المنتخب كان معسكرين في حته ولا كل واحد في بيته؟ كنا معسكرين في استاد القاهره، قعدنا معسكر مغلق بصراحه، كان قعدنا فيه حوالي 9 ايام او 10 ايام. الاستاد في اوتيل ولا جابوا اوتيل جنبه؟ لا اوتيل جنب الاستاد. الاستاد بتتمرنوا في الاستاد؟ بالظبط، كنا بنتمرن يومين صبح وبالليل. بالنسبه لي انا كنت بالليل عشان الشغل. طبعا الشغل في اوقات كنت بصراحه الصبح لو في اجازه. يعني بصراحه كانوا كابتن المنتخب مقدرين الموضوع ده، يعني اللعيبه كلها كانت موجوده صبح وبالليل، الا انا الوحيد اللي كنت واخد الاكسبشن ده. انت مهندس يعني تعبت جامد في شهادتك، فمحتاج برضه تاخد خبرات. طيب قبل السفر بثلاث ايام عملتوا ثلاث مساحات في ثلاث ايام. بالظبط بالظبط، هي كانوا مساحتين بس مش ثلاثه. مساحتين وباركود بيتبعت طبعا على الابلكيشن عشان يبقوا شايفين بنبعت المساحات، يعني بنصور التيست بنصوره بنبعته بنعمله سميت كده كصوره ان هو موجود، ده التيست بتاع اليوم ده وده بتاع اليوم الثاني وهكذا. ولازم يكون معتمد بالدوله ولا مش لازم؟ لازم لازم ختم النسخ. تمام. طيب عملتوا المسحتين، خدتوا الرحله لدبي. رحنا لدبي، دبي مكان يعني من هنا لدبي ما كانش فيه مشكله، المشكله بقى في دبي. انت لازم في دبي تقعد تعمل كيو ار كود كده معين ان انت عملت كل حاجه، انت بعد ما خلصنا اللي احنا بنقول عليه ده. شروط دبي ولا شروط الاتحاد؟ شروط الصين. الصين. الصين بقى دخول الصين ملوش دعوه اصلا بالاتحاد. اصلا ده دخول الصين كبلد. دخول الصين كبلد موضوع صعب جدا، معقد بشكل غير طبيعي. عملتوا ايه دبي بقى احكي لي؟ اولا كل الناس واقفه مش عارفه تعمل ايه، يعني احنا معانا ناس بصراحه منظمين كتير، بس من كميه الناس اللي كانت هناك ناس كتير قوي قوي كانت محتاسه، لان الموضوع صعب جدا ويعني مدينا. يعني انتوا قابلتوا ناس في دبي من الاتحاد الدولي؟ كان في مستنيينكم. احنا اوريدي ما هو اللي مسافرين معانا كان ناس اوريدي من الاتحاد الدولي.
كان من ضمن الناس اللي على الطيارة. بعثة ما بعثة كاملة. فهي كانت ناس كتير قوي، فطبعا الناس بتحاول تساعد، بس الناس من كتر ما هي كتيرة يعني احنا منتخبات كتير جدا جدا. وانت يعني عملت بص بقى في اللي جنبك ورين ده بالظبط، كل بقى عمال كده يعني احنا كنا مقضيينها كده بقى، كل واحد طب انت عملت ايه، طب انت عملت ايه، وواحد يعرف الناس كلها تلعب عليه، وواحد لو غلط هيمشي الناس كلها غلط كده كده. انا عارف انا الجو ده. بس ففضلنا بقى طبعا في الحوسه دي كتير يعني، وفي فعلا في ناس كانت هتسافر وفي اوريدي ناس ما عرفتش تسافر. طب ايه اللي مطلوب بقى يعني، بتعمل تشيك ان زي الحاجات اللي انت عملتها دي ولا في حاجات اكتر؟ لا يا ريت بقى كده، اولا لازم تكتب الناس اللي هتتواصل معاهم في الصين هناك، الناس اللي انت يعني الاسم الاوتيل ايه، قاعد فين، الاقامه مين دفعها، الحاجات دي انت ما حاجات كتير قوي. ايوه ما هو احنا بقى ما هي دي بقى اللي احنا كنا مش عارفينه، فاحنا ابتدينا نسال الناس، محدش عارف يعمل ايه، فالناس كلها بتلف على حاجه محدش عارفها اساسا. بالظبط انت مش عارف الموضوع صعب. هتقتل في ايه، بس طب عرفتوا الكلام ده جالكوا بقى من الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي الكلام بقى ابتدى يجي لنا ويقول لنا التفاصيل ونحط على الابلكيشن ايه بالظبط، طبعا ده كميات حاجات، وكنت فين اخر 14 يوم، طب سافرت فين، اخر سفريه كانت فين، قعدت قد ايه، كل ده عشان تخش الصين. موضوع صعب معقد بشكل يعني غير بشع. طبيعي. بس يعني فعلا احنا كان مدرب المنتخب معانا ما كانش هيسافر يعني لحد اخر لحظه قبل ما نطلع، يعني احنا غلط في كلنا حاجه او عملنا حاجه بوردنج. لا مش كده، الاجراءات ما بتخلص، احنا لازم نعمل حاجه اسمها جرين كيو ار كود. الجرين كيو ار كود يعني انت كل اجراءاتك تمام وصحتك تمام وما عندكش كورونا وما عندكش اي حاجه، ففي ناس اوريدي تمام بس الكود ما بيتعملش، فكان كابتن المنتخب بتاعنا ما كانش هيسافر لحد اخر لحظه، احنا كلنا عملنا بوردنج وطلعنا الطياره وهو ما كانش لسه طلع. طيب طلعنا الطياره وصلنا الصين تمام، احكي لي بقى نزلنا في الصين مين استقبلكم واتعامل عليكم شفات ازاي وايه الدنيا؟ طبعا بقى يعني مش لك انت تتخيل ده الكلام ده قبل ما ندخل الصين، ما بالك بقى لما دخلت. بالظبط، اولا الناس كلها في الصين ملسمه يعني انت مش شايف وش حد بجد، هم لابسين لابسين اللي بدل هي بيضه البدله الكامله دي بيضه اللي هي بتبقى كل جسمه جواها دي مش باين منه اي حاجه، ولابس ماسك كامل كده على وشه مش باين غير عينيه بس، كل الناس اللي بنقابلهم كده يعني مفيش حد خبر ابيض. مفيش حد بنشوفه طبيعي، انتوا اي بس حد طبيعيين بالظبط، احنا كلعيبه او كالبعثات عموما هي اللي خبر ماشيه ابيض. طبيعي، الباقي كله نفس الاداء ده. وبعدين عننا الناس يعني احنا داخلين من حته معينه في المطار ما فيهاش حد خالص، اللي فيها برضو تنس طاوله بس عشان هما ما يضمنوش ممكن يبقى في حد بوزيتيف بالظبط، هما مش هو عارفين. اصلا خايفين مننا مش خايفين يعني هما لا مش خايفين منكم لان هما هما خايفين شايفينكم. مننا لان احنا ممكن نيجي باي بقى لو احنا عندنا اي حاجه. شايفينكم زومبي جاي. بالظبط يعني ما هم ما يعرفوش انت عندكم ايه بالظبط بالسيستم بتاعهم. لا هم شايفينكم انتوا مصدر قلق. بالظبط كده. فاحنا طبعا لما دخلنا كان دخلنا بقى بنفس الاداء ده برضو نفس الكلام، برضو كميات كل شويه بنعمل يعني ندخل نعمل مسحه في المطار، عملناها في المطار ماشي. تدخل مثلا تعمل لا قدر كيو ار الله كود هنا حد بوزيتيف عملوا مع حاجه في في واحنا في البطوله هناك حصل. لا وانتوا جايين من الطياره لا حد مفيش. من كل البشر دي لا كلها لا لا خالص ما كانش فيها اي حد. طيب ماشي هي. بس هقول لك بقى في حد حصل له في البطوله هناك ودي كانت طيب. يعني ده اتنفى طب قول يعني لي. تمام. لا والله طبعا الحمد لله عدينا اجراءات كتير قوي بس الحمد لله وصلنا. طبعا احنا لينا ان احنا نروح من الاوتيل للصاله ومن الصاله للاوتيل، مفيش اكتر بس من كده، مفيش اي الاوتيل حاجه. كل مفيش في الاوتيل غيركم. بس هم عاملين زي حاجه كده جواه يعني بابل اللي احنا قاعدين فيها ممشى الاوتيل بتاعنا، وزي حاجات تتمشى حواليها، حاجات اكتيفيتيز وبتاع عشان ما تزهقش يعني. انما تشتري تعمل مفيش. لا مفيش انسى يعني انت قاعد في حته كده حتى مالكش ان انت تطلب حاجه اونلاين، صح. مفيش يعني مفيش حد هيدخل جوه البابل اللي هو عاملها. فجت واحده من جنوب افريقيا جت فولس برضو فولس بوزيتيف يعني هي مش مش بوزيتيف ده امتى؟ في نص البطوله. وانتوا كنتوا كل يوم هناك وفي المعسكر مسحه. يعني احنا قعدنا الاول كمان 3 ايام قبل ما نبتدي البطوله، قعدنا 3 ايام دول طبعا كل يوم مسحه لازم تعملها الصبح، في خلال 24 ساعه لازم تفضل نيجاتيف على طول، يعني هتروح الصاله وترجع بيكون نتيجتك طلعت، فلازم تفضل ايه باستمرار يعني. فجت في وسط البطوله واحده من جنوب افريقيا جالها فولس بوزيتيف، دي بقى اتاخدت على اوتيل تاني على بعد 45 دقيقه من الاوتيل بتاعنا، وفضلت قاعده هناك بيخلوها بقى تقعد تعمل اكتيفيتيز بعيده عن التنس طاوله اساسا، ترسم تلاوه مش عارف ايه عشان خلاص يعني هي بره. وبيقعدوا يعملوا لها كميه اختبارات بقى عشان يتاكدوا، مع ان جالها مثلا 6 اختبارات نيجاتيف بعد كده بس هم لا انت خلاص انت بوزيتيف، وفضلوا مخلينها بقى بره الموضوع خالص لحد اخر بطوله خلاص، مع ان خلاص جالها فولس بوزيتيف واحد بس. طب ومع ذلك انها سليمه بعد كذا كله سلبي كله نيجاتيف بس ما فيش سايبينها برضه. بالظبط فضلت هناك لحد اخر بطوله، جت على اخر بطوله بقى. بس يعني لقينا انا كانت بالصدفه هي كانت الغرفه اللي جنبي، انا خارج من الغرفه في مره نازل اتعشى فلقيت الناس ملسمين كتير قوي في جنب الاوضه اللي جنبي وعمالين يرشوا حاجات ونيجي نسالهم في ايه ما بيتكلموش، فاحنا مش فاهمين ايه الموضوع وفي ايه.
طب الموظفين قلت لكم تتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني هو برضه الصين لا اكيد حضرتك رحت وعارف يعني الانجليش عندهم لا مفيش خالص. شويه لا مفيش. فاحنا كان بقى ترانسليتر يعني تكتب على جوجل وجوجل يوري. لا هم لابسين برضه كده في الاوتيل؟ لا في الاوتيل لا جوه الاوتيل لا ما هو برضه ما جوه البابل فخلاص بيتعاملوا جوه البابل معاك. يعني كل الموظفين اللي في الاوتيل بيتعاملوا معانا ان هم جوه البابل فمحدش بيخرج منهم برضه. بس ده حاجه لا صعب. طب قول لي في موقف يعني كوميدي كده البيلي كان بيلعب على ترابيزه صغيره مع حد من اللعيبه ايه ده برضو دي حاجات اكتيفيتي عاملينها دي من ضمن الاكتيفيتيز بالظبط كان احنا في ضمن هي عاملين لنا زي فيليج كده صغيره يعني اكنك في الاولمبيك فيليج بس ده على حاجه صغيره شويه فكانوا عاملين لنا شويه اكتيفيتيز من ضمنها الحاجات دي فاحنا كنا بنتمشى فيها لقينا منتخب البرازيل بيلعب فهم كلهم صحابنا يعني فبيلي ساعتها لعب مع واحده وتصنيفه رقم 5 على العالم على فكره اللعب معاه ده والله وكانت لطيفه على ترابيزه صغيره بالظبط لا بس ايام حلوه بصراحه ومشاركه كويسه الحقيقه شادي انا مش ما بشبعش من كلامك بامانه ربنا يخلي حياتك يا كابتن ليس انت ولد مهذب جدا بشكرك نورتني وشرفتني يا شادي ربنا يخلي حياتك واتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي سواء على المستوى المهني او على مستوى التنس ان شاء الله ربنا يخلي حياتك والله يا كابتن ايسام وانا ببقى مبسوط فعلا وانا معاك دايما باذن يعني نورنا والله بجد يعني نورنا مزيد من التوفيق ربنا يخلي حضرتك اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع كابتن كبير لاعب نادي الاهلي في تنس الطاوله ومنتخب مصر وصاحب الانجاز الكبير احد صحاب الانجاز الكبير دور 16 بطولة العالم لتنس الطاوله بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه وان شاء الله الحلقه جديده وبطل جديد مع الاطفال